طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ده الموديل الاولاني. دكتور عبد الرحمن اتفضل اقرا السؤال. ماشي. 46 years old Shepherd was examined by ultrasonography during a health combine and was found to have 4 × 4 cm cystic lesion in the liver right lobe. He denies fever, abdominal pain, weight loss, jaundice, and on examination was stable vitals and no organomegaly on local abdominal examination. طيب يعني الدكتور عبد الرحمن تلخص الهيستوري كده، ده يعني انت فاهم الهيستوري؟ الخلاصه ان في سيستيك ليجن 4 سم في 4 سم في الفرايت لوب بتاع الليفر. بتاع مين؟ و عنده 46 سنه. اللي هو ايه بقى؟ شيب هيرد، ده اللي هو ايه؟ حد عارف؟ اللي عارف شيب هيرد يعني ايه؟ يانميوت ويقول بعد اذنكم؟ لان ده اللي هيحل السؤال. راعي غنم. راعي غنم، تمام. يبقى كلمة شيب هيرد يعني راعي، ممكن يبقى راعي بقى، ممكن يبقى رجل دين مثلا في كنيسة راعي، لكن هو المقصود به هنا ان هو راعي غنم. انا طبعا لما اتكلمنا في الحالة دي في الشرح كنا كان في شيء من التفاصيل، بس عشان الامتحان بنبقى نحب نقتضب شوية، لان طبعا الورقة الأولى بتبقى زحمة فيها 6 أقسام تقريبا، فبنختصر. كلمة شيب هيرد ده اللي هو راعي الغنم، زي ما الدكتور عبد الرحمن قال، ده واحد سنة وفي قافله طبيه راحت البلد عندهم، فبيعمل سونار فلقى عنده 4 × 4 سم فايتال سيستيك ليجن في الرايت لوب اوف ذا ليفر، ما عندوش اي كونستيتيوشنال مانيفستيشنز، لا فيفر ولا هيدك ولا ماليز ولا ويت لوس ولا جوندس، ولما عملنا له اكزامينيشن ما كانش فيه اورجانوميجالي وكان هيموداينامكال ستيبل، يعني الفايتال ساينس ايه؟ ستيبل. دي 3 اسئله ممكن تسال على حاله زي دي، ودي حاله زي دي ممكن تنزل في الامتحان زي ما انا قلت قبل كده، وممكن يتحط عليها اسئله ثانيه، لكن دي 3 اسئله لو دي حاله زي دي هتيجي، هيبقى 3 اسئله دول هنقراهم مع بعض كده يا دكتور عبد الرحمن بعد اذنك. ماشي. اول حاجه الميريتال كوزز اوف سيستيك ليفر ليجن، تمام. السؤال الثاني والثاني وات هيلمنسك انفكشن كوزز ليجن، والثالث اللي هو ديسكاس تريتمنتس اوف ذا هيلمنسك ليفر سيس. طيب جاوب على السؤال الاولاني يا دكتور عبد الرحمن، انيوميريت causes of cystic liver lesion، عارفهم؟ هو نحدد واحده منهم. نعم نعم، عارفهم ولا نراجعهم مع بعض؟ نحدد واحد، نراجعهم مع بعض. ماشي، هو محدد واحده منهم المنسك انفكشن. ماشي، ما انا كلمه المنسك دي انا اعطيها لك عشان اساعدك انا، يعني طب ماشي ماشي، نراجعهم. لو بتمتحن، لو بتمتحن ماجستير هجيب لك صوره الترا ساوند وما اقولكش واسيبك، لكن انت عشان مستوى الاندر جراديوت فانا قلت لك المنسك عشان احل لك الحاله. طيب احنا كنا شرحنا الكلام ده في محاضره مفصله قبل كده. السؤال يفرق يا دكتور عبد الرحمن اما اقول لك وات ار ذا سيستيك ليفر ليجن او ديفرنشال دياجنوز ليفر ليجن، وان انا اقول لك انيوميريت. انيوميريت يبقى انا عايز زي ما انا كاتب كده، عايز تعدهم لي 1 2 3 4 اسماء بس بالظبط. لو قلت لك ديفرنشال دياجنوزس يعني ازاي المانيفستيشن بتاعها ايه، وايه الانفستيجيشنز اللي انت هتستخدمها عشان تشخصها. احنا بنقسمهم التقسيمه دي عشان ما ننساش حاجات ديفلوبمنتال، اللي هو السمبل هيباتيك سيست، ودي كومن موجوده عند 5 ل 10% من البوبيوليشن. الادلت بوليسيستيك ليفر ديزيز، وده مش كومن ما بنشوفوش كتير، انا جاي شفت حاله واحده في حياتي كلها. الاشهر منه البوليسيستيك ليفر، ونسبه كبيره من الادلت بوليسيستيك ليفر بيبقى معاهم اصلا بوليسيستيك ايه؟ بوليسيستيك كيدني. الحاجه الثالثه اللي هو الكارولي ديزيز، هتاخدوه السنه الجايه في جراحه، اللي هو تايب 4 كوليدوكال سيست، اللي هو سيستيك دايلاتيشن اوف ذا انترا هيباتيك بيلي راديكلز. رقم 2 اللي هو يهمنا قوي الانفكشوس او الانفلاماتوري كونديشن، دي تشمل رقم 1 الهيداتيك سيست والهيباتيك ابسس سواء بايوجينيك او اميبيك. بعد كده النيوبلاستيك تيومرز هتاخدوها في الجراحه، البيلاري سيستا دينوما والبيلاري سيستا دونيكارسينوما والهيباتيك ميتس او الميتاسيس اللي بيحصل فيها سيستيك ديجنريشن خاصه من الكولون ومن الاوفري. وحاجات ثانيه زي البايلوما، البايلوما هتاخدوها في الجراحه، اتس اسيرجيكال كومبليكيشن، يعني يحصل بعد العمليات اللي بتحصل اللي هي عمليه المراره والبيلاري سيستم، يحصل ليك للبايل ويعمل زي سيستيك ليجن كده بنقول عليها بايلوما. الانترا هيباتيك جول بلادر، ساعات تبقى جول بلادر اناتوميكالي امبلانتد جوه الليفر فتدي منظر سيستيك ليفر ليجن، او هيباتيك هيماتوما اللي بتحصل بعد البلانت ابدومينال. ده كان السؤال الاول، هنرجع تاني للحاله اهو. الحاله دي هتيجي تسال عليها 3 اسئله، النيوميريت يبقى انا عايزك تعدهم لي زي ما احنا قلناهم كده يا دكتور عبد الرحمن. تمام؟ تمام. السؤال الثاني اقراه اتفضل.
What helminthic infection causes this lesion? في رأيك؟ احنا برضه في الاجابه اللي هي الهيداتيد سيست ولا هو قصده الاورجانيزم؟ ما هو الهيمنسك انفكشن لازم تقول الهيداتوزز ذات ديزيز. الاورجانيزم اسمه ايه؟ ايكاينوكوكس جرانيولوزس. لو قلت لي هيداتيد همشيها لك صح. يعني وات هيمنسك انفكشن الهيداتيد سيست همشيها صح. الايكاينوكوكوز هتمشي صح، الايكاينوكوكس جرانيولوزس صح. تمام؟ يبقى دي اللي اسمه هيداتيد ديزيز بقى. ايوه هيداتيد ديزيز، لكن الانفكشن اسمها ايه؟ الكاينوكوكوزس او الكاينوكوكس انفكشن او الكاينوكوكس جرانيولوز. بس لو كتبتها هيداتيد احنا هنحسبها صح. يبقى السؤال ده اجابته ايه؟ كلمه ونص. السؤال بقى رقم ثلاثه ده اللي فيه كلام كتير، اللي هو ديسكاس تريتمنتس اوف هيلمنسك ليفر سيستس. هو في هيلمنسك ليفر سيست غير الهيداتيد؟ احنا قلناهم من شويه كان فيهم حاجه اهم، كان فيهم حاجه غير الهيداتيد؟ ايه؟ لا 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 ما فيش ماشي. لكن لو قلت لك انفكشوس دي قصه ثانيه، لكن لو قلت لك هيلمنتس هي الهيداتيد بس. في بقى ممكن السؤال ده انا ممكن اقول لك ايه؟ يعني بس الكلام ده هيبقى عايز منك شيء من التفكير. Discuss possible treatment for this case اللي هي الحاله الكام؟ 4 في 4. محدد لما لو قلت لك in this case يبقى انا مش عايز التريتمنت كله، لو قلت لك discuss treatment يبقى هتتكلم عليه كله زي ما هو موجود كده. طبعا دي البي دي اف اللي احنا كنا وزعناه وهبعته لكم تاني النهارده لانه مهم جدا، اللي هو الديفرنشال دايجنوست اوف سيستك ليفر ليز. ده منظر السمبل هيباتيك سيست، ده منظر البولي سيستك ليفر مالتيبل سيست في الليفر ومعاه كمان بولي سيستك كيدني، وده منظر الكارولي ديزيز او اللي هو الكوليدوكال سيست تايب 4. تمام؟ وكل واحد منهم بتشوف المانيفستيشنز بتاعته ايه وايه الانفستيجيشنز اللي تساعدك في التشخيص. تمام؟ طيب لو انا قلت لك بقى السؤال، لو انا قلت لك الديسكاس التريتمنت لازم هتتكلم لي بالتفصيل على التريتمنت اللي هو الميديكال. يعني هو هنا هو قصده هنا على الحاله اللي هي 4 في 4 ولا عموما؟ لو انا عايز ال 4 في 4 اقول لك ديسكاس بوسيبل تريتمنت فور ذيس كيس. تمام ماشي. الكيس ال 4 في 4 هتقول الميديكال والسيرجيكال. الله لا، وكمان حاجه ثالثه اسمها ايه؟ الاسبيريشن اللي انا عامله. ايوه اللي هي البير تكنيك اللي هي بيركيوتينيوس اسبيريشن انجكشن ري اسبيريشن تكنيك. تمام؟ يبقى انا يا جماعه لو قلت السؤال ديسكاس تريتمنتس اوف هيلمنسك ليفر سيستس يبقى انا عايزك تكتب الثلاثه الميديكال والبير والسيرجيكال، وكل واحد هتكتب الفكره بتاعته والانديكيشنز بتاعته والميديكيشنز اللي تستخدمها في الميديسن او في البير، ايه اللي هتحقنه هتحقنه ازاي وايه الكومبليكيشنز اللي هتحصل، والسيرجري الانديكيشنز والكونترا انديكيشنز والكومبليكيشنز. لو قلت لك ان ذيس بيشنت، وده سؤال يبقى يعني باثر عليك المسافه لكن عايزك تفكر، دي سيست سمول اقل من 5 سم والمريض اسيم الحل الاولاني والمريض اسيمتوماتيك يا دكتور عبد الرحمن ما عندوش اي اعراض، فالمريض ده هيبقى ايه هيكتب فيه ايه بس الايه؟ الميديكال اللي هو الميديكال هياخد 3 سايكلز، كل سايكل 28 يوم، ما بين كل سايكل والثانيه بيريح ايه اسبوعين، وبديله يا اما اللي هو الالبندازول واكتب الجرعه بتاعته او الميبندازول. تمام كده؟ يبقى ده اول سؤال مهم. الجرعات كلها مطلوبه منها يا دكتور؟ في الحالات الجرعات بتاعت الكتاب كلها مطلوبه. الالبندازول مطلوب صراحه لانه لازم تكون عارف، هو بتاخد القرص 200 مللي بتاخد 400 في اليوم، يعني حبيتين مرتين في اليوم لمده 28 يوم، وبعدين وقف اسبوعين وندي كمان شهر لمده 3 شهور. خاصة ان المريض ده اسيمتوماتيك ومفيش فيه حاجة. لو انا قلت لك على المريض ده يبقى اسالك بوسيبل تريتمنت اوف ذيس بيشنت، هتقول لي ميديكال تريتمنت وتكلمني على الميديكال تريتمنت. ما تجيب لي سيرة البير وتضيع وقتك في الفاضي، ولا تجيب لي سيرة السيرجيكال وتضيع وقتك في الفاضي، ويبقى انا كده سالتك كلمتين ونص. انا اتعمدت اكتب هنا ديسكاس البوسيبل تريتمنت كلها عشان تبقى انت عارف. لكن انا ممكن اختصر في السؤال واقول لك ذيس بيشنت على اساس ايه؟ ان انا ما اطولش عليك المسافة. او ما ضاعش منك وقتك، عايز كلمتين ونص. طيب ده كان رقم A في سؤال الانفكشن. في كمان سؤال رقم B اللي هو give an account on diagnosis of H. pylori infection. لما انت هتقول لي ده H. pylori تبع الجاستروانترولوجي، هقول لك تبع الجاستروانترولوجي لكنها still an infection او gastrointestinal infection. ودي من الحاجات المهمه اللي انت محتاج تبقى انت عارفها في الكلينيكال براكتس، لانه ده من ضمن الحاجات اللي بقت خلاص موضه
انه المريض يجي لك ويقول لك انا عندي جرثومه، الحق ده الجرثومه بتجيب اورام، الحق ده مش عارف ايه. فلازم انت عارف الدياجنوستيك اوف تريتمنت للاتش بايلوري. احنا بنقسم الدياجنوستيك اوف اتش بايلوري الى انفيزيف ونان انفيزيف، وزي ما كنت بتكلم دايما في المحاضرات بتاعه الانفستيجيشنز في الجاسترونتولوجي وفي الميديسن عامه دايما يا جماعه بنان انفيزيف. الله ينور عليك. يعني ما يبقاش انا ممكن اعمل للمريض اختبار وفي الاخر اقول له اعمل منظار، يعني ده كلام مش منطقي. اول حاجه في النون انفيزيف انفستيجيشنز اللي هو الاميونوجلوبولين، اللي هو ان انا اشوف الاي جي جي او الاي جي اي، او ساعات حاليا طلع كمان تشوف الاي جي ام في البلاد، لكن الحقيقه ما بنعتمدش عليها كتير في التشخيص، لان زي ما انتم عارفين ان الانتي بوديز كانوا ديفرنشيت الاكيوت من الباست انفكشن. لكن قيمتها ان انا لو بعمل استدي عايز اقول مثلا اشوف البريفالنس في اتش بايلوري في طلبه كليه الطب سنه 5 في جامعه كفر الشيخ، اسهل اختبار ان انا اعمله ايه؟ اخد منهم كلهم عين دم واشوف فيها الانتي بودي موجود ولا لا، واشوف ان هم جالهم فعلا الانفكشن ولا ما جالهمش. لكن دي ريسنت ولا اولد انفكشن ملهاش قيمه الحقيقه. الحاجه الثانيه اللي احنا بنستخدمها كتير خاصه في مصر اللي هو الاتش بايلوري انتيجين انستول، ده تيست بسيط ويعتبر مش مكلف وبيتعامل على طول، بس له شروط زيه زي اليوريا بريش تيست، ان المريض بقاله اسبوعين ما بياخدش بي بي اي ولا بياخد انتي بايوتيك، لانه لو طلع فولس نيجاتيف، لو طلع نيجاتيف يعني وانت مش عامل هذه البريكوشنز محتاج انك تعيد التست، لو طلع بوزيتيف خلاص اتس يعني اتس اوكي خلاص هو حل لك المشكله. الاختبار الموست سنسيتيف والموست اكيوريت اللي هو اسمه ايه؟ اليوريا بريش تيست. لكن مشكله التست ده يا جماعه غالي غالي، فعشان كده ما بيتعملش كتير، لكن بيتعمل موجود وبيتعمل تمام. فكرته ان انا المريض بياخد شوجر فيه كربون مشع وبتشتغل عليه اليوريا اللي موجوده بتاع اتش بايلوري، فطلع منه الكربون المشع، المريض بينفخ في جهاز معين وبقيس نسبه الايه الكربون المشع في النفس، اقدر اقول لك التست بوزيتيف او نيجاتيف. وده الموست كوملي يوزد وورلد وايد، الموست سنسيتيف، الموست ريلايبل، بس برضه زي الاتش بايلوري انتيجين انستول محتاج المريض ما يكونش بياخد دي بي اي والانتي بايوتيك اسبوعين قبل التست تمام، عشان يبقى ايه ان انا اقدر احلف ان التست نيجاتيف تمام. يا دكتور عبد الرحمن طيب الانفيزيف تيست بتعتمد ان انا لازم اعمل للمريض منظار، وبعد ما عملت له منظار بقى انفيزيف تكنيك، بدخل المنظار واخد عينه من الجاستريك ميوكوزا او من الديودنال ميوكوزا واعمل فيها التستات دي، ابعته هيستولوجي، ابعته قسم الباثولوجي عند الدكتوره ايمان، الدكتوره ايمان تعمل تزبوك فيلم وتقول لي والله ده الهيماتوكسين ديشين او الجيم ساستين، تقول لي في اتش بايلوري وتقول لي كمان درجه الجاسترايتس اللي موجود. فهو ميزته كمان انه مش ما بيقوليش بس الاتش بايلوري موجوده او لا، ده بيقيس الدينستي ويقول لي كمان الباثولوجي بتاع الجاستريك ميوكوزا موجود. الرابيد يوريس تيست ده برضه بيتعمل عندنا، موجود عندنا في وحده المناظير. التيست بيجي التيست تقريبا الستايل الواحده بحوالي 100 جنيه تقريبا، بناخد عينه من الجاستريك ميوكوزا وبعدين هو التيست بيبقى اصفر، بحط عليه العينه، باخد 2 3 سنيبس كده من الجاستريك ميوكوزا، المفروض يبقى 5، واحطهم على الريجنت واقفل، وبعد 5 دقائق اشوف اللون الاصفر بيعتمد على انه اليوريس تيست موجود، فبيحول يطلع الامونيا، وزي ما انتم عارفين الامونيا ايه؟ الامونيا حاجه قلويه، فبتخلي لون عباد الشمس يتحول الى اللون الاحمر ويديني اللون الاحمر اللي هو بنقول عليه الكلو تيست تمام. الحاجه اللي بعد كده اللي هو الكالشر، زي اي انفكشن في الدنيا انا ممكن اخد الميوكوزا وازرعها، بس انتوا عارفين ان الاتش بايلوري محتاجه مايكرو ايروفيليك اورجانيزم، محتاج يتزرع عن 37 درجه ولازم يكون في نسبه كربون في المزرعه، يعني له سبيشال سيركمستانسز في المزرعه، ما بيتعملش روتينلي في مصر لانه مكلف والنتيجه بتاخد وقت على ما تطلع. لكن في اماكن محترمه كتير في العالم، خاصه الاماكن اللي بدا يظهر فيها ريزيستنس كتير للاتش بايلوري، بداوا يعملوا التيست ده كروتين عشان يقدر يدي للمريض علاج اعتمادا على الكالتشر اند ايه اند سنسيتيفيتي تمام. الحاجه المهمه اللي بعد كده ان انا ممكن اعمل بي سي ار، ادور على الاتش بايلوري جينوم في الماتيريال، ودي حاجه فيري فيري اكسبنسيف وما بتعملش الا في الريسيرش ستادز. اهم من الاثنين ان انا اعمل كونفيرم للاراديكيشن اوف انفكشن بعد 4 لـ6 اسابيع، يعني بعد ما ادي للمريض علاج وشخصته المفروض اعيد له ثاني الانفستيجيشنز عشان اشوف الانفكشن راحت ولا لا. الموست كومن اللي احنا بنستخدمه اليوريا بريستيس والاتش بايلوري انتيجين ان ستول. واضح يا دكتور عبد الرحمن؟ اه يا دكتور. في حاجه مش واضحه في اللي انا بقوله؟
طيب ده كان موديل اكزام بسيط صغير على السؤال بتاع الانفكشن. في انا مجهز موديل تاني معلش هنعرضه مع بعض. تمام ده سؤال بقى اصعب واطول شويه. اتفضل يا دكتور عبد الرحمن. A 44 years old lady with history of recurrent cholecystitis presented with epigastric pain of one day duration. She describes the pain as severe, steady, radiating to the back and associated with nausea and three times vomiting. On examination, she looks in pain and lean forward, sweaty. Her blood pressure is 85/55. والبلس 112 تمبريتشر 37.7 سيفير ايبيجاستريك تندرنس والسي بي سي كان فيه هاي او لوكسيتوزس وصلت 17000 الاميليز 760 والكرياتينين 1.6 ال ال دي اتش كان 400 والاي اس تي 98 والراندوم بلاد شوجر كان 248. طيب خلينا يا دكتور عبد الرحمن نقرا الاسئله كلها وبعدين نرجع نمسك سؤال سؤال بسؤال كده. طيب what is طب ممكن ترجعها تاني كبيره بس عشان شغال من التليفون مش شايف قوي. طيب what is the single most لحظه انا اسف. ظهرت ولا ما ظهرتش؟ طيب انا هحاول انا اكبر الصوره عشان ما ظهرتش بس يعني الشاشه عندك اللي زي فيها ايه؟ خلاص انا قلبت التليفون ماشي خلاص انا شفت انا دلوقتي ظهر عندك كده؟ هي ظهر ماشي كويس. ايوه تمام تمام ماشي. What is the most probable diagnosis? Single most probable diagnosis. أيوة تفرق كتير. Single يعني عايز كلمة ونص يا دكتور عبد الرحمن. عايز كلمة ونص. كمل فضل. Justify. What are the risk factors for this condition? Which one most likely in this case? How to assess prognosis of this case? Proposed treatment plan for this patient. Enumerate the other possible differential diagnosis. Diagnosis. طيب انا طبعا لو حاله زي دي هنزلها في الامتحان مش هجيب لك عليها كل الاسئله دي بس انا بسالك هذه الاسئله عشان تبقى انت عارف ان انا ممكن انوع ما بين هذه الاسئله. تمام؟ طيب تعالوا نمسك اول سؤال. What is the single most probable diagnosis to justify? انت ايه رايك يا دكتور عبد الرحمن؟ وكان في عندها كوليسيستيتس وهيستوري يعني الكولوستاتيس وهو عامل عندنا الاميليز عالي يعني انت ايه رايك ان دي ان اتاك اوف كولوستاتيس سدت القناه بتاعه البنكرياس وبعدين عملت ايه بس عملت بنكرياتيس بقى الله ينور عليك يبقى انا عايز كلمه ونص. What is the single most probable diagnosis? Acute pancreatitis. الحقيقه هو لو قلت لي سيفير acute pancreatitis يبقى رائع لكن لو قلت acute pancreatitis صح. طيب justify يعني ايه؟ نعم؟ تمام ماشي يعني انا ما اجي اقول لك سؤال زي ده What is the single most probable انا عايز كلمه ونص acute pancreatitis صح. لو قلت لي سيفير acute pancreatitis هقول لك رائع. ليه جاستيفاي؟ ليه يعني عايز اقول لك ليه انت قلت اكيوت بانكرياتايتس؟ لانه في كلينيكال كرايتيريا ولابوراتوري كرايتيريا موجود، الكلينيكال كرايتيريا اللي كانت موجوده عند الست دي ايه؟ اول حاجه الكاركتر اوف بين، البين بتاعها كان ايبيجاستريك وراديت للبين وسيفير وبيخلي المريض ليننج فورورد واسوشيتد بنوزيا وايه؟ ونوزيا وفوميتنج وفي الاكزامينيشن كان عندها لو جريد فيبر تاكي كارديا هايبو تنشن تمام يبقى ده كلينيكالي لابوراتوري كان عندها الاميليز عالي الليفر انزيمز عاليه تمام
فاللي هو الواد بلاتسيلز عاليه، الاميليز طبعا عالي، كرياتينين عالي، ال دي اتش عالي، اي سي جي عالي، فدي تقول لها تقول لك انها ايه سيفير بانكرياتايتس. يبقى انا دلوقتي اذا سنجل موست بروبابل دايجنوز اكيوت بانكرياتايتس او سيفير اكيوت بانكرياتايتس جاستيفاي بيكوز كلينيكالي ذا بيشنت هاف كرايتيريا اوف ذا فين اوف بانكرياتايتس، وهتكلم عليه، اند لابوراتوري هاف ايفيدنس اوف بانكرياتايتس ثرو ذا اميليز سيفير بيكوز ذا بيشنت از هيمودايناميكالي ان ستيبل. تمام. الكراتيريا والحاجات دي انت هتقراها في الامتحان. يعني انا يعني احب افوكس بس انت ازاي هتجاوب على السؤال بتاع الامتحان. طبعا الانفستيجيشنز انت ممكن تحتاجها في حاله زي دي، انك تحتاج ابدومينال الترا ساوند، وان كان السنسيتيف بتاعه في الباتريتاكس قليله، لكن ستاندرد اوف كير ان انا لازم اعمل المريض ايه، اعمل للمريض سي تي سكان. تمام. طيب السؤال الثاني، وات ار ذا ريسك فاكتورز فور ذيس كونديشن اند ويتش از ذا موست لايكلي ان ذيس كيس. تمام. الريسك فاكتورز بتاعت البنكرياتايتس في اثنين مهمين قوي يا جماعه، اللي هما الكحول، وده ذا موست كومن في الويسترن كوميونيتيز، الجول ستونز، وده ذا موست كومن كوز ان ايجيبت، ودول يمثلوا الاثنين فوق حوالي 80 الى 90% من الريسك فاكتورز او الكوز اوف اكوت بانكرياتايتس. تمام. الاذر كوزز اللي هي 10% في منها ايديوباثيك ما بنوصلش لسبب، في دراجز يعني الاميودارول اللي انتوا عارفينه بنستخدمه كتير في الكارديولوجي من ضمن الحاجات، الدايوريتكس نان ستيرويد اللي الناس عماله تستخدمها طول النهار، الاز سايبرين اللي بنستخدمه في علاجات كتير زي الاي بي دي والاوتوميون هيباتايتس، الدي دي بي 4 في التايب 2 دايابيتس. تمام. الديسليبيديميا خاصه التريجليسرايدز. تمام. الباسكولايتس سيستميك لوبس والكلام ده، الاي ار سي بي احنا كبتوع مناظير ساعات نبقى احنا السبب وندخل المريض في بوست اي ار سي بي بانكرياتايتس كواحد من الكومبليكيشنز للاي ار سي بي. الانفكشن طبعا خطه في الاطفال المامز، اول ما الاهل بيسمعوا ان المريض او الطفل عنده ابو اللوكيم او الغده النكفيه اللي هو المامبس، بيقلقوا من حاجتين، الاوركايتس ومعاها طبعا الاوفايتس اللي هو التهاب في الاوفري والتستس والبنكرياتايتس الكوكساكي فايروس والاسكاريس كمان من ضمن الحاجات، الاسكاريس هو ممكن تكريب وتخش على البنكرياتيك داكت وتقفلها وتعمل بنكرياتايتس، البنكرياتيك تيومرز خاصه الاي بي ام ان اللي هو انترا داكتر بيوسنس نيوبلاست، ده ممكن يبقى المانيفيستيشنز بتاعه اصلا اكيوت بنكرياتايتس، والبنكرياتيك دايفيزم اللي هو ايه البيبي بنكرياس. طب انت رايك يا دكتور عبد الرحمن الموست بروبابل ريسك فاكتور ان ذيس بيشنت از الجولستون. الله ينور عليك. يبقى الجولستونز هي الموست بروبابل لان ست نون جول بلادر ديزيز، وبيجي لها ريكيرنت كوليسايتس وعندها ستونز زي ما انت اتكلمت من شويه، ممكن منهم واحده اتزحلقت ونزلت وقفلت الايه الكومون بايل ده. تمام. طيب السؤال الثالث، هاو تو اسس ذا بروجنوزس ان ذيس كيس. تمام. انا ممكن اتساهل معاك اكتر واقول لك وات ار ذا كرايتيريا يوز تو اسس ذا سيفيريتي اوف ذيس كيس، او اتساهل معاك اكتر واقول لك ديسكاس رانسومز كرايتيريا يوز فور اسسمنت اوف بروجنوزس ان ذيس كيس. يبقى كل دي معنى نفس السؤال، انا كلينيكالي بعمل اسسمنت للسيفيريتي للموربيديتي اند مورتاليتي of acute pancreatitis through Ranson criteria. Ranson ده اسم عالم، والكرايتيريا دي اتقسمت الى نصين، حاجات بقيسها او بعمل لها assessment at time of admission، يعني المريض دخل النهارده المستشفى بأسس الحاجات دي، بشوف الايدج بتاعه لو اكتر من 55 بياخد سكور، احنا طبعا المريض بتاعتك 44، الواد بلاد سيل كاونت اكتر من 16000 المريض بتاعتك كانت 17، البلاد شوجر اكتر من 200 المريض بتاعتك كانت 280، ال LDH اكتر من 350 كان عندنا مش فاكر 400 وشويه، ال AST كان عندنا 251، يعني اذا at time of admission كان في كريتيريا اوف ايه اوف سيفيريتي. بعد 48 ساعه بقيس الحاجات دي، بشوف الاكسجين تنشن في البلاط اقل من 60 مللمتر ميركوري، بشوف الفلويد سيكونتريشن اللي هو الديفيسيت الفلويد بالانس، بشوف الكالسيوم لو الكالسيوم قليل. تمام. بشوف بعد كده الهيماتوكريت، الرايز في البلاد يوريا نيتروجين، البلس البيز ديفيس، لان انا بعمل مريض اي بي جي واشوف الديفيسيت اللي ممكن يحصل في الايه البيز بتاعت الايه البيز ديفيسيت اللي هو الفرق في الاي بي جي، وعلى اعتمادا على الكلام ده بشوف الموربيديتي بالسكور اللي انتم شايفينه تحت ده. يبقى ده الكلينيكال او اساس البروجنوز اللي انت المفروض تعرفه، لكن عايز اديك معلومه ان الزملاء بتوع الاشعه عندهم سكور اسمه بلتازار سكور. بلتازار سكور ده بيعملوا اسسمنت للسيفيريتي اوف اكيوت بانكرياتايتس اعتمادا عليه، ويساعدك كمان في انك تاسس البروجنوز بتاع الاكيوت بانكرياتايتس. تمام.
طبعا دي الكومبليكيشنز بتاعت البنكرياتايتس. ممكن تنزل لوحدها سؤال كومبليكيشنز واكيوت بنكرياتايتس، طبعا الكلام ده بيراجعوه او يعني موجود معاكم في المذكره. انا يهمني اعرفك ازاي يبقى مدخل السؤال وازاي تعمل الاجابه بتاعته. تمام. السؤال اللي ممكن يجي على المريض دهوت بروبوز تريتمنت بلان، المريضه دي كانت سيفير اكيوت بنكرياتايتس وهيموداينامكالي انستيبل، يعني المريضه كان ضغطها 80 85 على 55 والبلس 112 والحراره عاليه والبلد سيلز عالي والكرياتين عالي. فاذا اول حاجه جنرال ميجر ذيس بيشنت شود بي هوسبيتالايزد بريفرابلي ان ذا اي سي يو دكتور عبد الرحمن، يعني حاله زي اللي فاتت دي لازم تخش الاي سي يو. تمام. بنعمل ان بي او، بركب لها ابوبترايل وخليها ان بي او واديها محاليل مش اقل من 3 لتر في اليوم، وبعدين بعد فتره ببدا اعمل نيزو جاستريك فيدنج. هل في سبيسيفيك تريتمنت للاكيوت بنكرياتايتس؟ الحقيقه مفيش حاجه سبيسيفيك، لكن لازم اعمل بين كنترول. تمام. بحب ادي البيسيدين والميبيدين احسن من المورفيا، لان المورفيا بيعمل سبازم للسفنكتر الخولي ويزود ريتنشن اوف ذا بنكرياتيك سكريشن. الانتي بايوتيك في السيفير انفكتد كيسز، والسوماتوستاتين اند اتس انالوج عشان اقلل البنكرياتيك سكريشن. الحقيقه عليها كلام، لكن احنا برضو بنديها، بنقول لو المريض هيستفيد حتى 10% من انك تقلل البنكرياتيك سكريشن اللي هي بتعمل اوتو دايجيشن للبنكرياس، يبقى المريض ايه؟ استفاد. تريتمنت اوف ذا كوز ان ذيس بيشنت، ان ذيس بيشنت، لان المريضه ديت اكيوت جول ستون بنكرياتايتس، اكيوت موستلي اكيوت جول ستون بنكرياتايتس، يعني في ستون قافله البنكرياتيك داكت وعامله ان البنكرياتيك سكريشن تراب وحصل له اوتو اكتيفيشن وبدا البنكرياس ياكل في نفسه. الحاله دي ممكن تحتاج انها تعمل اي ار سي بي، خاصه لو هي فيها كولانجيتس، يعني البلروبين عالي وفيها كمان فيبر، يعني والسي بي دي دايليتد، معناه ان انا محتاج اخش اقطع الاسفنكتر اوف اودي وافتح البابيلا واطلع الستون عشان اعمل ريليز للايه؟ للاوبستراكشن. لو المريض او المريضه دي حصل لها كومبليكيشنز، ببدا اعمل تريتمنت للكومبليكيشن. اول حاجه اللي في الكومبليكيشن اللي هي ايه؟ الشوك اللي الست داخله فيها دلوقتي، بعمل تريتمنت اوف شوك. ولو بقى حصل كومبليكيشن لوكال، يعني مثلا حصل بنكرياتيك سيست او ابسس، ابدا اعمل ايه؟ درينج للبنكرياتيكس. تمام. السؤال اللي ممكن يجي على حاله زي دي، انيوميريت ذا اذر بوسيبل ديفرنشال دايجنوزيس. طب هي الحاله دي كانت بريزنتد بايه؟ الحاله دي كانت بريزنتد بجاستريك بين، والبين كان ريفيرد للباك، البين كان ريفيرد للباك وكان معاها نوزيا وكوميتنج وكان معاها فيفر وكان معاها هيمودايناميك انستابيليتي وليوكسايتوز. الحاجه اللي ممكن تبقى قريبه للكلام ده، تعمل بين والبين يبقى بيجاستيك وريفيرد للباك ومعاه كوميتنج، هو اول حاجه البنتريتنج بيبتيك ألسر ديزيز. بنتريتنج يعني ليه؟ لانها بتبنتريت في اتجاه الفيرتيبرال كور. رقم اثنين البرفوريتد بيبتيك ألسر، الاكيوت او سيفير اكيوت كوليستايتس ممكن تدي حاجه زي دي، والكولانجايتس. في سؤال بقى انا ما كتبتوش بس ممكن يبقى مهم قوي، يا ريت برضو لو تكتبوه معاكم. ممكن لو جبت لك حاله زي دي اسالك عليها سؤال، اقول لك انيوميريت types of abdominal pain with examples، او what are the types of abdominal pain with examples. احنا طبعا عارفين الابدومينال بين ثلاث انواع، سوماتيك. تمام. سامع معايا يا دكتور عبد الرحمن؟ اللي هو البرايتال بين او السوماتيك بين. ها النوع الثاني والريفيرد بين، يعني بين بيحصل في مكان ويسمع في مكان غير المكان اللي هو موجود فيه. تمام. ده النوع، هما ثلاث انواع. النوع الاولاني اللي هو السوماتيك او بنقول عليه البرايتال بين، وفي حاجه اسمها الفيزرال بين. الفيزرال بين اللي هو بيجي من السوليد اورجان زي اللي موجود، وده يا اما يبقى السوليد اورجان زي الليفر مثلا ديك دال ايكنج بين برايتال بين، او هولو اورجان زي السمول انتيشن ديك كوليكي بين. تمام. البرايتال بين اللي هو البين الشارب لوكالايز اللي بيجي مثلا في حاله زي الاكيوت ابنسيس، تلاقي البين المكان بتاعه متحدد ومعروف والمريض بوينتنج عليه. لكن في الفيجرال بين البين ديفيوز. الريفيرد بين هو بين انت المريض بيحسه في مكان غير البين. فممكن اقول لك ديفاين ديفرنت تايبس اوف ابدومينال بين ويز اكزامبلز، يبقى انا عايزك تقول لي البرايتال بين هو ايه واكزامبل عليه كذا، الفيجرال بين هو كذا واكزامبل عليه كذا، الريفيرد بين هو كذا واكزامبل عليه كذا. تمام يا دكتور عبد الرحمن؟ طيب ليتس موف ان، نشوف السؤال اللي بعد كده تقدر يقرا.
enumerated possible organisms causing biogenic meningitis and then discuss clinical manifestation, diagnosis, and empirical treatment of it in adults. المننجايتس يا جماعه من الحاجات اللي في غايه الاهميه. المننجايتس من الموضوعات المهمه جدا جدا جدا. تمام. انا هنا برضو مش عايز اكتب لك ديسكاس بايوجينيك مننجايتس. تمام. انا يعني بحدد لك حاجات معينه عشان برضو يبقى الوقت بتاعك مختصر وانت مركز في معلومه معينه. لكن انت لما تيجي تذاكر هتذاكر المننجايتس كله على بعضه. سين اس انفكشنز عامه من الحاجات المهمه وشرحك في المحاضره شرحها الدكتور حسن. تمام يا دكتور. طيب يبقى احنا يا جماعه السؤال ده سؤال ده موديل لسؤال انفكشن انيوميريت بوسيبل اورجانيزمز كوزنج بايوجينيك مننجايتس زين ديسكاس ذا كلينيكال مانيفيستاشنز دايجنوزس اند امبيريكال تريتمنت اوف ات ان ادلتس. تمام. البايوجينيك مننجايتس هو البكتيريال مننجايتس هو السيبتيك مننجايتس. تمام. هو نفس الاسماء بايوجينيك سيبتيك بكتيريال الثلاثه نفس الاسم. تمام. عشان بيبقى فيه باسلز موجوده في سي اس اف عشان كده خد هذه الايه التسميه البايوجينيك او السيبتيك. طيب باي ديفينيشن يا جماعه زي ما انتم عارفين انه المننجايتس اتس انفلاميشن اوف ذا ايه اوف ذا بي اراكنويد ويز انترفيننج سي اس اف. طب تمام. التايبس بتاعته بنقسمه الى بيرولان السيبتيك البايوجينيك البكتيريال والليمفوسيتيك والايزينوفيليك والكارسينوماتس. تمام. البيوجينيك اللي هو الكاركترستكس بتاعته ان الوايت بلاد سيلز بتبقى زايده في السي اس اف هي المين اللي بريدومينانت البوليمورف النيوكلير الايه ليوكوسايتس. خلينا بقى اركز انا في الاورجانيزمات اللي تحت دي. ده الجزء الاول من السؤال. تمام. الاكيوت البيوجينيك او البيرولنت او السيبتيك او البكتيريال مننجايتس الاورجانيزمات اللي ممكن تعمله الموست كومن المننجوكوكاي النيوموكوكاي انكريزنج يعني من دول وورلد وايد النيوموكوكاي كاكوز للمننجايتس از انكريزنج. الستريبتوكوكاي ممكن تعمل والهيموفيلس انفلونزا ممكن تعمل. في الاطفال ممكن نزود عليهم كمان الايه الاستيريا وفي الاكستريمز اوف ايج الاستيريا مونوسايتوجينز دي في الاكستريمز اوف ايج في اليونيتس الصغيرين وممكن كمان في الايه الالدرلي. لكن الاربعه دول ذا موست كومنلي انكاونتر اورجانيزمز في الادلت مننجايتس. الكلينيكال فيكتشر معلومه اتمنى انها تتزرع في دماغكم من دلوقتي لحياتكم كلها. يا دكتور عبد الرحمن يا جماعه يا زملائنا الاعزاء اي مريض عنده هيدك وفيفر وفوميتنج ده تريد اهو فيفر وهيدك وفوميتنج ماست be examined for signs of meningeal irritation to rule out meningitis. تاني يا جماعة أي مريض عنده ثلاث حاجات دول fever وهيدك وvomiting must be examined for signs of meningeal irritation to rule out الايه المننجيتس. تمام. الكلينيكال فيتشرز في أي ديزيز في symptoms وفي signs. السيمتومز المريض يجي يقول لك ان انا عنده فيفر وهيدك ومعاها ايه نوزيا وبومت تقوم انت رايح على طول عامل له اكزامينشن تعمل له الساينز اوف مننجيال اريتيشن اللي هي النيك ريجيدي والكيرنيك ساين والبروجونيسكي ومش مكتوب هنا كمان لوسك ساين. تمام. انت جمعهم بقى. تمام. لازم تعملهم والصح انك تعملهم لاي مريض عنده فيفر. السكين راش ما بيظهرش الا في الادفانسد ستيج وبيبقى مرتبط بالمننجوكيميا وباد ساين لانه غالبا سببه الثروم سايتوبينا ديو تو بليدنج في اللي هو الووتر هاوسن في الريدوكشن سندروم اللي هو ادرينال ايه ادرينال هيمورج. فهو الابيرنس اوف راش في المننجايتس علامه من العلامات اللي مش حلوه اللي بتقول لك ان البروجنوز غالبا مش حلو. يبقى اول حاجه الكلينيكال فيكتشر في سيمتومز وفي ساين. الساينز اوف مننجال اريديشن لازم تكتبهم بالتفصيل انت جمعهم لانهم هنا ناقصين شويه. تمام. وفي حاجات اللي هي النيكريجيت سواء بالماسد او بالايه او بالبوزيتيف والسكين راش. المانيفستيشنز ودي تهمنا قوي دي نزلناها اعتقد سؤال السنه اللي قبل اللي فاتت انك تعمل جدول وتفرق ما بين التايبس والمننجايتس. انا هنا عايزك تقول لي الكراتيريا بتاعت البكتيريال بس. اول حاجه واهم حاجه اللامبر بانكتشر. ولو انت ربنا اكرمك واشتغلت في مستشفى حميات انت اللي هتعمل لامبر بانكتشر. انا قاعد عندنا مثلا في المستشفى عشان في سيستم فاللي بيعمل لامبر بانكتشر زملاء بتوع التخدير لكن صح انه النايب عندنا المفروض يتعلمها هو اللي يعملها. لكن احنا لانه في البروتوكول العلاجي في جمهوريه مصر العربيه
ان الحميات المكلف بعلاجها هي وزارة الصحة مش الجامعة. يعني احنا ما عندناش مستشفى حميات في الجامعة. لما بيجي لنا مريض احنا شاكينه في مننجايتس بنطلعه من المستشفى ونبعته على مستشفى الحميات. هو اللي احنا مش عارفين نعالجه؟ لا، لانه هايلي انفكشوس والمفروض ان هو البروتوكول بتاعه في مستشفى الحميات. كل الزملاء اللي شغالين في مستشفى الحميات، الدكتور النايب الطبيب المقيم اللي قاعد في الطوارئ بيعرف يعمل لامبر بنكشر. تمام؟ لما باخد لامبر بنكشر السي اس اف زيه اي فلويد زي ما كنا بنتكلم على الاسايتس، بعمل له اكزامينشن فيزيكال وكيميكال وبكتيريولوجيكال، واعمل له كمان سيتولوجي لو انا عايز، واعمل فيه اذرز. هنا بدور فيه على الاسبكت هيبقى النورمال انه كلير، هنا مش هيبقى كلير، هيبقى ايه؟ هيبقى تربت. بشوف فيه الاسبكت بشوف فيه البلد. لو لقيت بلد او 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 سيروسانجينوس في الاسيتيك فلويد غالبا بدور على فيرال منجكس سبيشالي الهيربس سيمبلكس. تمام؟ موجود كده يعني، متابع معايا طول عبد الرحمن، متابع معايا يا جماعه. بعد كده بشوف الحاجات اللي هي السيلولر اليمنت اللي هو بلاد سيلز نورمالي ممكن تبقى صفر لغايه 5. بلاقي هنا السيلز عاليه في البكتيريال والسيل تايب المينلي البوليمورف نيوكليير ليوكوسايت. وبعدين اجي على الجرام ستين، اعمل ستين بجرام ستين الاقي فيه اورجانيزمات سواء جرام نيجاتيف جرام بوزيتيف على حسب الكوز في الاورجانيزم، اللي هو كوملي جرام بوزيتيف اللي هو المينينجوكوكاي. وبعدين اجي على الكيميكال ادور على الجلوكوز، الاقي الجلوكوز قليل لان البكتيريا بتاكل جلوكوز، البروتين الاقيه عالي لانه في ديستراكشن للايه للتيشو. تمام؟ في التي بي طبعا، في حاجات ثانيه زي الكلورايد والحاجات دي ساعات ايه بلاقيها. وبعدين ممكن اعمل كمان اخد العينه دي اعمل فيها اذر تيست، اعمل فيها بي سي ار لو انا بدور على اورجانيزم معين، او ساعات ادور على انتيجين زي الكبسولار بوليسكاريد انتيجين مثلا في المننجوكوكاي، او اخد العينه وابعتها اعمل فيها ايه اعمل فيها كلتشر. لو انا بدور على مثلا حاله زي المالتيبل سكليروزس ممكن ادور على الاميونوجلوبولينز. تمام؟ فممكن اعمل في السي اس اف اللي انا ممكن اعمله في اي ايه في اي بودي فلويد. لو انا شاكك في مالجنسي اخد عينه وابعتها لزميلي بتاع الباثولوجي اقول له والله دور لي فيها على ايه باثولوجيكال او مالجنان سيلز. يبقى اول حاجه والبيزك اللمبر ايه اللمبر بنكشر. رقم اثنين ان انا اعمل كالتشر اف او من البلد اي مريض عنده فيفر اثناء الابيسودز اوف فيفر، الصح ان انا اعمل منه بلاد كالتشر ايروبيك وانيروبيك كمان. الحاجه اللي بعد كده ان انا احتاج اعمل ايمجنج تكنيك. تمام؟ بتساعدنا كتير في التشخيص ان انا ابعت المريض يعمل سي تي وتقول لي والله تاكد لك التشخيص الكونجايتس، ولو بدا يحصل لا قدر الله كومبليكيشن تقول لك انه بدا يحصل فيه كومبليكيشن زي السب ديورال سيست سب ديورال ابسس وتبر الفص. السي تي او الام ار اي ايهما ايه متوفر ممكن ايه استخدمه. الامبيريكال تريتمنت، الامبيريكال تريتمنت بيعتمد على الايج. تمام؟ انا قلت لكم من شويه انه في اليونيتس والاكستريم اوف ايج بيبقى الاورجانيزم الكومن قوي حاجه اسمها الاستيريا مونوسايتوجين، والاستيريا دي تتحسن قوي على الامبسيلين. الامبسيلين بالاسم لو اتكلمنا على الناس الادلت اللي هم كان يعني جوهر السؤال، الامبيريكال تريتمنت شوت كومباين السيرج جينيريشن كيفالسبورين، وهو من الاخر السيفت رياكسون مع البانكومايسين. اللي يشوف حاله من انجايتس، اللي يشوف حاله شاكك انها من انجايتس ومش قادر يسحب لها سي اس اف دلوقتي، يديله سيفت رياكسون وبانكومايسين ويبعته لاقرب دكتور متخصص. يا جماعه زمان كان الستاندرد تريتمنت للمننجايتس اللي هو البنسلين المائي، كنا بندي 6 او 4 مليون وحده كل 6 ساعات. بدا يحصل ريزيستنس كتير للبنسلين، فبدا ال WHO ريكومنديشنز الامبيريكال تريتمنت للبكتيريا المننجايتس السيفترياكسون مع البانكومايسين. بس اذنكم لو سمحتوا حطوا في دماغكم انه اي مريض يجي لك وتسمع منه وانت قاعد على الكرسي بتاعك ان عنده فيبر وهيدك وفوميتنج، تنط من على الكرسي بتاعك وتقوم تعمل له الساينز اوف مينينجال اريتيشن. والمريض لو بوزيتيف المريض ده لازم يروح مستشفى الحميات، ولو قدر ان انت في مكان مش قادر توصل فيه لمستشفى الحميات ومش قادر تعمل للمريض سي اس اف، ادي للمريض ده سيفترياكسون وفانكومايسين وكمان بريدنيزولون او الكورتيكوستيرويد او ديكساميثاسون وبعته لاقرب مستشفى حميات. التريتمنت غالبا بيتعطى من 10 ل 14 يوم. تمام؟ وغالبا طبعا او مش غالبا احنا لازم بندي بارنترال انتي بايوتيك لان ده ديزيز بيسيب سيكوالي في نسبه كبيره خاصه لو انت اتاخرت عليه.
الكومبليكيشنز بتاعت المننجاتس كتير طبعا والديس فيه عالي جدا، فمحتاج انك تبقى صاحي مركز جن زي ما بيقولوا يعني، تبقى انت قاعد ما انتش قاعد بتأدي واجب، انت قاعد بتعالج، قاعد بتلقط المريض، لان المريض لو ما لقطوش بدري كل سنه وانت طيب، ولو لقطته اديله علاج مظبوط وحوله على اقرب مستشفى حميات، سيفترياكسون، فانكومايسين، ديكساميثاسون. ها واضح يا دكتور عبد الرحمن؟ نعم. اللي جاي ده بقى مهم قوي قوي قوي، واتمنى انكم تركزوا معايا فيه، الله يبارك لكم. اتفضل يا دكتور عبد الرحمن. The final window phase في البوس HPV و الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي infections and explain how to overcome it. يلا سؤال تاني. Define the window phase in both hepatitis B virus and hepatitis C virus infection and explain how to overcome it. انت ايه رايك في السؤال ده؟ دي فترة بيبقى فترة باش يظهر فيها اللي هي الانتيبادي ولا الانتيجين، بيبقى تكون الانتيبادي انتيجين ال والانتيبادي ال برضه، لا الانتيبادي لسه ما ظهرش. طب وتعمل ايه؟ الانتيجين بيختفي والانتيبادي لسه ما ظهرش. الله ينور عليك، ممتاز. تعمل ايه انت بقى؟ عايز تشخر؟ طيب تعال نبص مع بعض، انا مجمعها كده بصوره اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. الويندو فيز كديفينيشن في الاكيوت هيباتيتس بي انفكشن يا جماعه، it is the time gap between disappearance of hepatitis B surface antigen and before appearance of anti-S. طيب تعال نبص كده في الرسمه اللي تحت، ركزوا معايا في الرسمه اللي تحت. ده الديوريشن اللي تحت، الخط العرضي الديوريشن، تمام. وده الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، ده اول ماركر بيظهر، شايفينه اللي هو فوق ده ظاهر هنا اهو. يبقى ده التايم ابتداء من الاسبوع الرابع تقريبا او قبل الاسبوع الرابع بيبدا الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين يظهر ويبدا يختفي الفتره اللي على ما يظهر الانتي بودي، ده الانتي اس اهو، ده الانتي اس وده الاس انتيجين، كل مولكيول بيطلع له الانتي بودي بتاعه. الفتره اللي بيختفي فيها الانتيجين على ما يظهر الانتي بودي دي هي دي الويندو فيز. في هذه المرحله يا جماعه الاونلي كلو فور دايجنوزس اوف اكيوت هيباتيتس بي انفكشن هو الهيباتيتس بي فور اي جي ام. يبقى باي ديفينيشن window phase in hepatitis B virus infection, it is the time gap between disappearance of hepatitis B surface antigen and the appearance of hepatitis B surface antibody. How to overcome during this period for diagnosis of acute hepatitis B virus infection, hepatitis B for IgM should be a tested. الميتين ونص. الرسمة اللي تحت دي اللي عايز يرسمها في حاجة توضيحية، حاجة جميلة، لكن إجابة السؤال الكلمتين ونص اللي فوق. واضح يا عبدو؟ في الهيباتيتس سي فيروس انفكشن الوضع مختلف. السلايد دي طبعا انا واخدها من الاستاذ دكتور محمود انيس، وكنا بنستضيفه كل سنه عشان يشرح الهيباتيتس، لكن السنه دي عشان الظروف بتاعه اللي حصلت عشان الكورونا والكلام ده، فهو ايه يعني ما كانش في نصيب ان تسمعوا منه السنه دي. لكن باي ديفينيشن الويندو فيز في الهيباتيتس سي فيروس انفكشن ات از ذا بيريود بيفور ابييرنس اوف اتش سي ان فيروس انتيجين، يعني from the time of infection لما لغاية the time of appearance of antibody، الفترة اللي معمول عليها سهم بالأصفر اللي أنا بعلم عليه دي الويندو إيه؟ ديت الويندو بيريود. إزاي بقى تتصرف إزاي فيها؟ إنك تعمل المريض إيه؟ PCR. PCR في الأكيوت هيباتيتس سي بيبدأ يبقى بوزيتيف بعد مرور أسبوعين. بعد مرور إيه؟ أهو بعد مرور إيه؟ اسبوعين، مش قبل اسبوعين، يعني قبل اسبوعين بيبقى نيجاتيف، لكن عند اربع اسابيع 100% من الناس اللي عندهم اكيوت هيباتيتس سي هيبقى عندهم الايه؟ الانتي بودي، للاسف البي سي ار بوزيتيف. طيب معلومه اعرفها لنفسك، هيجي مثلا تتصل عليك واحد زميلك او واحده زميلتك بتتصل عليكي وتقول لك ده انا كنت بدي البابا الحقنه، او بتقول او يقول لك انا كنت بدي البابا الحقنه او بشيل اي حاجه وبعدين اتشكيت بالابره اللي بابا كان بياخد بيها العلاج او بياخد بيها الحقن او الموس اللي كان بابا بيحلق بيه مثلا، اعمل ايه؟ ها اعمل ايه؟ السؤال ده اعرفه لان السؤال ده هتساله كتير وده مهم انك تعرفه. الصح انك تجيب اللي تشك، انت طبعا المفروض
لو انت مش عارف المريض اللي تشك منه او دلوقتي بتقول لك انا بابا عنده هيباتيتس سي او هيباتيتس بي فهو معروف، اللي تشك بقى احنا مش عارفين هو عنده ولا ما عندوش، فالصح انك تجيبه تعمل له هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين وهيباتيتس سي انتي بودي عشان تاكد ان هو اصلا ما عندوش، ممكن يكون هو اصلا انفكتد من قبل كده ويلزق القصه في الحدث اللي حصل. طلع ما عندوش، لو انا بدور على هيباتيتس سي استنى شهر واعمل له ايه؟ واعمل له بي سي ار. لو عايز اعمل انتي بودي لازم استنى 3 شهور. الانتي بودي ما بيبقاش بوزيتيف قبل 12 اسبوع. لو عملته قبل كده يعني قبل شهر ونص حتى بيبقى نيجاتيف. فلو جالك ساعات بقى يجي المريض او الاهل او اخوك او لا قدر الله او حد قريبك يبقى قلقان قوي. بعد اسبوعين اعمل له بي سي ار. لو طلع بوزيتيف يبقى خلاص اتعرف ان هو عنده اكيوت هيباتيتس سي. لو طلع نيجاتيف لازم تعيده بعد اسبوعين تانيين. تمام؟ واضحه يا عبدو؟ ايوه فاهم. النقطه دي مهمه فور براكتس، انا يهمنا يا جماعه البراكتس زي ما احنا كنا بنتكلم، مش خش امتحان بس. يبقى الاكيوت الويندو فيز ان هيباتيتس سي فيروس انفكشن ات از ا بيريود بيفور ابييرنس اوف اتش سي في انتي بوديز، هاو تو اوفركم بي سي ار ويتش بيكام بوزيتيف افتر 2 ويكس and in 100% of cases after 4 weeks. انا كنت مجهز اوديو بس مش عارف مش هشتغل هنا، هحاول نبص عليه برضه يعني احاول اجيبه لكم نشغله مع بعض. طيب السؤال الثاني والمهم جدا 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 الجزء الثاني من السؤال ايه يا ترى عبد الرحمن اتفضل. انوميريت الهيباتيتس بي فيروس ماركر اند اكسبلين اتس كلينيكال سيجنيفيكانس. طيب معلش يا ترى عبد الرحمن في حد رافع ايده عايز يسال حاجه؟ الدكتور محمد رمضان اعمل انميوت لنفسك واتكلم لو سمحت. يا دكتور لو سمحت، هو في الفتره اللي الشخص هيستنى فيها البي سي ار مش ممكن يبقى فيه حاجه بريفنشن او كده للهيباتيتس سي او هيباتيتس بي؟ الهيباتيتس سي لا، الهيباتيتس بي فيه طبعا سي ما تكونش. تمام. طيب الهيباتيتس بي له جلوبولين والمفروض المريض ياخده الدوز 0.6 لكل ملي لكل كيلو، موجود في مصر حاليا بيتجاب من شركه بكسيره اللي هي موجوده في الدقي ميدان الدقي في الدقي. تمام، الشيله الشركه الوطنيه للقاحات، ممكن تلاقي الكلام ده موجود في مستشفى كبر الشيخ العام بس المفروض. طيب يعني خلال 48 ساعه 72 ساعه لو المريض شور ان هو عنده هيباتيتس بي بتديه وتدي. طيب ما ياخدش المفروض ان كل المولودين في مصر من سنه 92 وانت جاي واخدين التطعيم بتاع هيباتيتس بي، والصح تمام. كلنا المفروض ناخد بوستر بعد 10 سنين. فلو انا جالك مريض قال لك انا اتشكيت من مريض عنده هيباتيتس بي او انت لا قدر الله لو ده نزلت احنا طبعا يفضل انه تاخدوا تطعيم لجرعه يعني قبل ما تخش الامتياز. انتوا مولودين سنه كام؟ 97 اخدتوا تطعيم، فيفضل ان تاخدوا جرعه تحفيزيه للتطعيم اللي هي بوستر دوز يعني. تمام؟ فانا النهارده انت تشكيت او واحد اتشك من مريض عنده هيباتيتس بي وشور ان هو عنده هيباتيتس بي، بعمل ايه؟ باخد الاميونوجلوبين خلال 48 ساعه، والصح ان انا اقيس لك الهيباتيتس بي سيرفيس لو لقيت التتر بتاعه تحت ال 100 يعني مش بروتكتيف اديك بوستر دوز كمان، اديك بوستر دوز من الفاكسين في رجل ثانيه. يا ريت يا جماعه اللي بيتكلم يعني الدكتوره اللي بتتكلم يا ريت تعملي ميوت للصوت وتكلمي زي ما انت عايز. واضح يا دكتور محمد رمضان؟ ايوه تمام يا دكتور. يبقى خلاص ده هيباتيتس مفيش مثلا للسي سوبر او حاجه ياخدها الفتره دي ده للبي. طب للسي هل في بروفايلاكسز؟ مفيش لا كيمو ولا سيرولوجيكال. تمام. مفيش حاجه دوكيومنتد ان انا اديله ادويه علاج او اديله دواء اللي دوكيومنتد بروفايلاكتيك فعلا في الاتش اي في. في بروتوكول موجود في وزاره الصحه وموجود في مركز المشوره في مستشفى كفر الشيخ العام عند الدكتور ايمن رمضان. لو في واحد اتشك هيلث كير بروفايدر اتشك من واحد عنده اتش اي في بندي 3 ادويه من الانتي اتش اي في لمده 28 يوم. ده موجود، ده بروتوكول دوكيومنتد من وزاره الصحه وده وورلد وايد ان اي هيلث كير وركر لو اتشك من مريض عنده اتش اي في ياخد الكيمو بروفايلاكس لمده 28 يوم. ثلاث ادويه لمده 28 يوم ده موجود، لكن في الاتش سي في مفيش. متفقين؟ برضو معلومه اقولها لك عشان تبقى انت عارف، الاتش سي في عشان يبقى انفكتشوس عايز بيج انيكولم
يعني عايز بقى ان كل انت اتحقنت بدم، لكن فرصه انه يتنقل من نقطه دم ليك صعبه جدا. البي اللي ممكن، البي هو اللي ايه ممكن، انفكتيفيتي في البي عاليه جدا، الفيروس دي بيعيش في الدرايت بلاد لمده اسبوعين وستيل انفكشوس. في سؤال كتير بنساله في الشفوي او برضو مش مهم الامتحان، المهم انك تبقى عارف اللي هو الرول اوف 3. لو تشكيت شكه من مريض انفكشوس، الفرصه ان يجي لك لا قدر الله الانفكشن كام في المية؟ لو تشكيت من مريض عنده اتش سي في فنسبه الانفكشن 0.3%، 3 من 10. لو تشكيت من مريض اتش اي في نسبه ان يجي لك 3%. لو تشكيت من مريض عنده هيباتيتس بي نسبه ان يجي لك 30%. تمام، واضح يا دكتور محمد رمضان ودكتور عبد الرحمن؟ واضح يا دكتور. تمام دكتور عبد الرحمن. السؤال الثاني بقى اللي بيتسال كتير، لو ما تسالش في النظري ساعات بتسال في الشفوي، اللي هو انيوميريت هيباتيتس بي فايرال ماركرز اند اكسبلين اتس كلينيكال ايه اتس كلينيكال سيجنيفيكانس، اللي هو الجدول ده. الجدول ده مهم جدا، يا ريت برضو نحفظه مش بس عشان الامتحان، عشان البراكتس، لكن احنا النهارده احنا وي ار فوكسنج على الامتحان. انت ممكن تعمله جدول زي ده عشان ما تنساش، او تكتبه مفرد، المهم انك ما تنساش. وامسكهم، ممكن تمسك كل انتيجين وتجيب الانتيبودي بتاعه، او تحط الانتيجينز ورا بعض وبعدين تجيب الانتيبوديز ورا بعض وبعدين تجيب الدي ان ايه، المهم اعملها بالطريقه اللي انت عايزها. معذره، المهم انك ما تنساش. الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بنقول عليه ايه؟ يونيفرسال ماركر اوف هيباتيتس بي فايرال انفكشن. يعني هو ده اللي انت بتشخص عليه هيباتيتس، اكيوت هيباتيتس، كورونيك هيباتيتس، هيباتيتس كارير. المهم ان هو ده اللي بتعتمد عليه. الحاله الوحيده اللي هو بيبقى فيها نيجاتيف والمريض عنده هيباتيتس بي اسمها اوكل هيباتيتس بي فايرس انفكشن، اللي هو فيروس بي الخفي، بيبقى سيرفيس انتيجين نيجاتيف. لكن امال اللي بيبقى بوزيتيف ايه؟ الهيباتيتس بي كور انتي بودي توتال والبي سي ار في التيشو او في البريفرال بلاد او البريفرال بلاد مونونيوكلير سيلز. اقول تاني يا جماعه، الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين ابير 6 ويكس افتر انفكشن اند ديسابير باي 3 مانس لو المريض هيحصل له ريكفري. لو المريض هيحصل له ريكفري هيختفي عند 3 شهور، لكن لو المريض هيبقى كرونيك مش هيختفي اصلا. واضحه النقطه دي؟ عشان بتبقى ساقطه كتير من الناس. لو قعد اكتر من 6 شهور معناه انه كرونيسيتي ومش هيروح. فرصه ان هيباتيتس بي يعني فرصه الكيور ان الواحد يجي له اكيوت هيباتيتس بي ويحصل له ريكفري 85%، وانا شفت الكلام ده بعيني. المريض في الاكيوت هيباتيتس بي بيبقى اباوت ان يحصل له اكيوت هيباتيك فيلير. ليه؟ لانه الليجن هنا اميونو باسيك، الاميون سيستم بيبقى هايج جدا، بيكسر الليفر سيلز بالفيروس اللي فيه، ففرصه ان المريض يخف عاليه جدا. لو المريض ربنا اكرمه وعدى الاكيوت هيباتيتس بيخف كومبليتلي. الكلام ده انا شفته بعيني، انا شفت الكلام ده بعيني يا جماعه، الكلام ده بس المريض في الاكيوت هيباتيتس بيبقى متدمر لدرجه ان هو ممكن يعني في نسبه كبيره يضاي من الاكيوت هيباتيك فيليا. تمام، يعني لو اختفى الهيباتيتس بي 6 على 3 شهور معناه المريض هيخف. لو الـ بدا يكمل بقى، بدا على طول كونتينوس، ده معناه المريض دخل في ايه؟ في الايه؟ الكرونوستي او الكارير ستيت. الانتي اس، الانتي اس هيظهر ابيرج 3 مانس افتر ذا اونست لو المريض كليرت ذا فيروس، ولكن لما تلاقيه في البلاد معناه ان المريض عنده اميونيتي، يا اما هو خد انفكشن وراحت، يا هو خد انفكشن وراحت، فهتلاقي الانتي اس الهيباتيتس بي 6 انجين نيجاتيف، او المريض ده واخد الايه؟ الفاكسين. وزي ما كنت بتكلم من شويه ان انا بقيس التتر ده في البلاد لانه لو بروتكتيف ليفل فوق ال 100، لو اقل من 100 بقى مش بروتكتيف وبحتاج ادي للمريض ايه؟ بوستر دوز. تمام؟ الهيباتيتس بي كو انتيجين ده ما بيظهرش في البريفرال بلاد، ده بس موجود في الليفر تيشو. لو خدت ليفر بايوبسي اقدر اطلع فيها الهيباتيتس بي كو. الانتي كور دول نوعين، الاي جي جي والاي جي ام. الاي جي جي ده ريسنت انفكشن. ريسنت انفكشن، وده اللي انا بستخدمه في الويندو فيز زي ما كنا بنتكلم شويه يا عبد الرحمن. الهيباتيتس بي كور اي جي جي لو لقيته في وجود الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين ده يساوي كرونيك انفكشن. لو لقيت الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين نيجاتيف ده معناه ان المريض ايه؟ يا اما اميون يا اما عنده اوكلت انفكشن. تفرق ما بينهم ازاي؟ لو هو اميون هتلاقي عنده انتي اس، لو هو اوكلت انفكشن هتلاقي الانتي اس نيجاتيف.
تمام. الهيباتيتس بي اي انتيجين ده طبعا ماركر اوف انفكتيفيتي، كل ما كان المريض اي انتيجين نيجاتيف معناه ان المريض بيريبليكيت، عمال يتكاثر الفيروس، وفرصه ان هو ينقل العدوى عاليه جدا. له ميزه ثانيه في الكرونيك انفكشن ان احنا بنقسم الهيباتيتس بي اي انتيجين نيجاتيف واي انتيجين بوزيتيف، ده مهم قوي في العلاج. الاي انتيجين بوزيتيف معناه ان هو ده الفيروس بي اللي احنا معتادين عليه، مش نون ميوتنت فيروس، وده له نظام في العلاج. اي انتيجين نيجاتيف وهو كرونيك هيباتيتس، ده معناه ان الفيروس ده فيه ميوتيشن وفرصه استجابته للعلاج زي الزفت، والكرونيستي فيه عاليه جدا والكومبليكيشنز بتاعته اعلى واستجابته للعلاج سيئه جدا. لو لقيت الانتي اي مش معناه ان المريض اميون الحقيقه، معناه ان المريض في مرحله تعافي او له انفكشن ستيت، لكن لا يعني ابدا ان المريض عنده اميونيتي. الوحيد اللي يعني ان في اميونيتي الهيباتيتس بي اي سيرفيس انتي بودي، تمام. الهيباتيتس بي دي ان ايه طبعا ده يعني انديكيت ان في اون جوينج فايرال انفكتيفيتي او اكتيفيتي، وطبعا بنعتمد عليه في تقييم الاستجابه للعلاج. كل ما كان المريض نيجاتيف معناه انه استجابته للعلاج ايه ممتازه جدا. انا في معلومه قلتها قبل كده وعايز اقولها تاني عشان تفضل لازقه في دماغك طول حياتك. هيباتيتس بي از نون كيورابل فيروس. هيباتيتس بي از تريتابل بات نوت كيورابل. المريض اللي بيصاب بهيباتيتس بي ما بيخفش غير الهيباتيتس سي. تسالني ليه ما بيخفش؟ اسالك انا دكتور عبد الرحمن او دكتور محمد رمضان اللي معانا، ليه هيباتيتس بي ما بيخفش؟ سامعيني يا شباب؟ دكتور عبد الرحمن، احنا قلنا ان هو ممكن بعد 3 شهور لو اختفى يعني لا بقى اكيوت الكورونيك هيباتيتس بي ما بيخفش. لو اكيوت ممكن يخف، لكن الكورونيك ما بيخفش حتى بالعلاج. اوكرت لا، لانه بيحصل انتجريشن جوه الدي ان اي بتاع السيلز. في حاجه اسمها سي 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 دي ان اي اللي هي كلوزد كوفيلنت سيركلر دي ان اي، بيقفل على نفسه دايره ويزرع نفسه جوه الجينوم بتاع الهيباتوسايتس وينام على كده، وبعد سنه 2-10 يحصل له ري اكتيفيشن. لو المريض يحصل له اميونو سابريشن اي حاجه يبدا يحصل هو ايه؟ يحصل له ايه؟ يحصل له فلير. فالكورونيك هيباتيتس بي از نون كيورابل ديزيز. الجدول ده مهم جدا يا جماعه، يا ريت نحفظه لانه له كلينيكال سيجنفكتس. طيب معلش انا كنت مجهز سؤالين تانيين بس انا مش عارف اروح فين صراحه. فمعلش ممكن نظبط شويه كده ابص عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه تمام. السؤالين هم معلش لحظه اجيب البي دي اف ده بره لان انا للاسف نسيت احطهم جوه البي دي اف بتاع الباوربوينت. ظهر عندك يا دكتور عبد الرحمن حاجه؟ ظهر يا دكتور. ظهر ايه؟ معلش ممكن تقول لي ايه اللي ظاهر؟
اللي بقى كيس 46 years old. ايوه احنا جاوبناها. ده الموديل اللي احنا حليناه في الاول، لكن السؤال الثاني والثالث مش ما كانوش ظاهرين. طيب نجاوب مع بعض السؤال الثاني والثالث كده، اتفضل. طب انا كان بس عندي سؤال على اخر حاجه وقفنا عندها، بس اتفضل. في الهيباتيتس سي اللي هي الناس لما بتيجي تسافر وتبقى خلاص يعملوا بي سي ار ومفيش ونيجاتيف يعني، بس عندهم انتي بودي ما بيسافروش، فهو كده بقى كيورابل ولا مش كيورابل يعني؟ اولا اشكرك على السؤال. الهيباتيتس بي، هيباتيتس سي فيروس انتي بودي داز نوت مين اميونيتي، يعني مش معناه ان المريض عنده الانتي بودي والفيروس مش موجود انه اميون، فممكن يجي له انفكشن تاني. ده رقم واحد. رقم اثنين، الانتي بودي فرصه انه يروح بعد العلاج 5 الى 10% مع ان المريض كيور، لكن الانتي بودي ما بيروحش. واخد بال حضرتك؟ الموضوع محتاج تدخل بقى قرار سياسي، لانه الانتي بودي يعني مش معناه انه جونج انفكشن ان المريض خلاص كيور. احنا يعني بنعتمد في الاسسمنت اوف كيور على البي سي ار، على الدي ان اي، على الار ان اي، وبنعمل البي سي ار بيبقى نيجاتيف، لكن فرصه ان الانتي بودي تروح لا تتجاوز 5 الى 10%. فالمفروض القرار ده هيتغير، لكن زي ما قلت لك الموضوع محتاج شيء بوليتيكال شويه. لكن ما زال السفر بيعتمد على الانتي بودي. تمام؟ سامعني يا دكتور عبد الرحمن؟ ايوه تمام. طيب ممكن نقرا السؤال ده مع بعض؟ معلش. Define GERD or discuss its non-surgical treatment. السؤال ده مهم يا جماعه. السؤال ده مهم فعلا. تمام؟ ايه هو الجيرد يا دكتور عبد الرحمن؟ ده اللي هو ريفلكس الجاستريك جوز باك تو الاسوفاجوس. تمام. هو abnormal reflux of the gastric contents into the lower esophagus causing symptoms اللي هي الهارت بيرن والاسيد ريجيج والابيجاستريك بين اند اور ميوكوزال دامج. تمام. يبقى انا دلوقتي لما اجيب لك ديفينيشن اوف جيرد عايز كلمتين ونص، لانه فيسيولوجيكال بيحصل بعد الاكل حبه جيرد خفيف، فلازم اقول كلمه باثولوجيكال. باثولوجيكال يعني برولونجد ومعاه مانيفستيشن، لان الفيسيولوجيكال جيرد ما بيبقاش معاه اي ايه؟ اي مانيفستيشن. تمام. انا دايما لو هجيب لك ديسكشن اوف تريتمنت لاي مرض في الدنيا هجيب لك نون سيرجيكال، لانه الحاجات دي انت هترجع تاخدها السنه الجايه في الجراحه تاني السيرجيكال تريتمنت بتاعها، لغايه ما ربنا يكرمنا بعد سنتين ونبدا ندرس الانتجريتد كورس اللي هيبقى كل حاجه في نفس البرانش. تمام. انت السنه الجايه في الجراحه هتاخد جاسترو سنس سيرجي، فهترجع تاخد تاني السيرجيكال تريتمنت الجديد. فانا في عمري ما هسالك في السيرجيكال تريتمنت، دايما هسالك في النون سيرجيكال. التريتمنت اوف جيرد من الحاجات المهمه جدا اللي احنا لازم نعرفها، انه اول حاجه في لايف ستايل موديفيكيشنز، وفي ميديكال تريتمنت، وفي اندسكوبيك تريتمنت، وفي كمان اللي هو الايه؟ السيرجيكال تريتمنت. اللايف ستايل اهم حاجه في اللايف ستايل، ان انا زي ما انتم عارفين ان المريض لما بينام على ظهره بيحصل ان الاسيدك بتاعت السمك بترجع في اللور اسوفاجس، فان انا اغير الدايركشن اوف بيد وارفع الايه؟ الهيد اوف ذا بيد درجه 15 ل 30 درجه. ان انا افويد الايريتانت فودز اللي هي السبايسي والكافي والصودا، وطبعا الستوب السموكينج، ولو المريض اوبيز اخليه ينزل الشغل، وافويد الستريس وينيفر بوس. الميديكال تريتمنت اول حاجه فيه الانتي اسيدز اللي هي مضادات الحموضه، ودي بتعمل سادل ريليف، يعني زي الميكوجيل او الجيبسكون اللي هو طول النهار يجي في التلفزيون ده. المريض بيروح واخد بقين انتاسيد، يعني يحصل اللي هم الكالين، يعني اللي هو عباره يوجوالي كومباينيشن من المغنيسيوم والالومنيوم سولز، بيعمل نيوتراليزيشن للاسيد والمريض يحس بالاميديت ريليف، لكن بعد فتره ترجع السيمبتومز تاني. الاتش 2 ريسبتور بلوكرز الحقيقه الافكتس بتاعتها في الجيرد قليله، وما عادتش الستاندرد اوف كير للتريتمنت خالص، بقى الستاندرد اوف كير اللي هو الايه؟ اللي هو الدي دي اي اللي هي البروتين بامب انهبيتورز، هي دي الستاندرد اوف كير على طول. تمام. ودي يعني التفاصيل بتاعت الادويه موجوده عندك، يبقى بص عليها زي ما انت عارف. البروكاينيتكس اللي هي بتنظم الحركه بتاعت الموتيليتي، فبتنزل الاسيديتي باك للاستومك، الرول بتاعتها في الجير كويشنبل، ملهاش رول صراحه. الستاندرد اوف كير هو البي بي اي. الاندسكوبيك تريتمنت ان انا الفكره بتاعتها عايز اضيق الفتحه اللي هي الكارديا، عايز اضيقها، يا اما اخش بالمنظار واخد فيها غرز اضيقها، يا اما احقن حاجه تحت الصاب ميكوزا فترفع الميكوزا وتقرب الدنيا من بعضها، او ادخل بروب تحت الميكوزا واعمل بطاقه معينه انرجي كده
جهاز اسمه ستريتا، فاعمل فايبروزس وتبدا الفايبروزس تكرمش وتضيق الفتحه بتاعه الايه بتاعه اللي هي الكارديا، فبناء عليه تقل الفلكس اوف اسيد كونتنت من الاستومك الى اللور اسر. يبقى ما يجي لك سؤال ده نون سيرجيكال تريتمنت لايف ستايل ميديكال اند اندوسكوبيك تريتمنت، تمام. وممكن كمان تتكلم عن التريتمنت اوف كومبليكيشنز، تمام، انه المريض لو حصل له كومبليكيشنز محتاج اعالجها. طبعا ناقص هذه الكومبليكيشنز اللي هي البارت اوسوفيجاس، بعمل لها ابليشن بالفوتوديناميك ثيرابي او السيرجري، او ان المريض يحصل له ستريكشر فابدا اعمل له اوسوفيجيال دايلاتيشن بالايه بالمنظار. التفاصيل بقى بتاعه الادويه والكلام ده يبقى ليه انت عندك التكست تبقى بص عليه. لكن اللي انا عايز اقوله ان الجيرد من الحاجات المهمه كلينيكالي قبل ما تبقى مهمه كمان عشان الامتحان. كلينيكال الجيرد من موست كومن ديزيزز اللي موجوده في الجاسترولوجي وفي الميديسن عامه، هتشوفه كل يوم في العياده. الجيرد از كلينيكال دايجنوزس، يعني بتشخصه بالسيمبتومز بتاعت المريض. المريض يقول لك بيحصل لي وبيحصل لي بيحصل لي، تيجي تفحصه تلاقيه ما عندوش اي حاجه، فبتشخصه بالهيستوري. وده احد اهميه انك تاخد جود هيستوري من المريض. التريتمنت بتاع الدايجنوزس بتاع الجيرد از كلينيكال دايجنوزس في الاساس. مش كل مريض بيشتكي من هارت بيرن هيعمل منظار، في انديكيشنز للاندوسكوب. المريض اللي هو خد اسبوعين لست اسابيع علاج وما ارتاحش، المريض اللي عنده الارم مانيفيستيشن اللي هو عنده بريزستنت فوميتنج او هيماتيميسيس او ويت لوس او ان اكسبليند انيميا او فوق سن ال 55 سنه وشايك من بس خايف من المالجنس، او عنده فاميلي هيستوري اوف كانسر كانسر اسوفجس او السمك، ده المريض اللي انت فعلا من الاول تبعته على المنظار. لكن الجيرد كلينيكال دايجنوز بتسمع من المريض وتحلل الاعراض وتدي له علاج بي بي اي فول دوز اللي هو 40 مللي كل يوم، سواء سنجل دوز في الصبح او 20 مللي مرتين في اليوم، ولايف ستايل، وتتابع المريض من اسبوعين لست اسابيع. بعد الفتره دي لو انت بتدي فول دوز بي بي اي والمريض ما تحسنش او عنده واحده من العلامات اللي انت خايف منها دي، تبعته يعمل تشخيص. دي الحاجات اللي انا عايزك تهتم بيها في البراكتس بتاعك، عشان الكلام ده هتشوفه في ايفري دي براكتس. حتى لو انت مش جاسترونتولوجي، لو انت بتشتغل جنرال ميديسن او حتى سيرجري او حتى في اي برانش تاني، هتلاقي المريض بيشتكي لك من حرقان ايه فم المعده. هل ممكن يجي اسئله تاني في الجيرد غير الحاجه زي دي؟ اه ممكن يجي لك سؤال يقول لك ديسكاس كومبليكيشنز اوف جيرد، تمام. يبقى انت هتنيوميريت الكومبليكيشنز وتتكلم عليها وتتكلم على ازاي تشخصها، وكمان ازاي تتكلم على الايه التريتمنت بتاعها. ممكن كمان يجي يقول لك سؤال دايجنوزس اوف جيرد، دايجنوزس وتريتمنت برضه. يبقى انت عارف انه اسينشال كلينيكال دايجنوزس، لكن ساعات احتاج المنظار، ساعات احتاج البي اتش مونيتورنج، ساعات احتاج حاجه اسمها انترليومينال امبيدنس، ساعات احتاج اعمل المريض مانومتري، وساعات اعمل له باريام عشان اشوف لو في هيتس هيرنيا ولا حاجه. دي الاسئله اللي ممكن تيجي في موضوع الجيرد، تمام يا جماعه؟ يا دكتور عبد الرحمن. اه تمام. الجيرد زي ما قلت لكم الحاجات اللي هي المهمه. الموتيليتي برضه ديس اوردرز اوف ذا اسوفيجاس ممكن من الحاجات المهمه. يعني ممكن يجي سؤال يقول لك انيوميريت motility disorders of the esophagus and discuss endoscopic treatment مثلا of one of them، او يجي لك سؤال مباشر على الاكاليزيا، لان الاكاليزيا هي الموست امبورتنت والى حد ما الموست كومن في الاسوفاجيال motility disorders. واول حاجه اتوصفت الحقيقه من motility disorders كانت الايه الاكاليزيا، وبنشوفها هي يعني مش كومن لكنها نوت رير، يعني بنشوفها كتير وبنعالجها بالمنظار، بنعمل عمليه توسيع بالمنظار، وساعات نحقن فيها البوتولينيوم توكسين عشان يعمل ريلاكسيشن للور اسوفجيال سفينكتر، وساعات نحول المريض يعمل المنظار، وطلع عليها حاجه جديده اسمها ايه؟ اسمها بويم اللي هو بير اورال اندوسكوبك مايتومي. من المنظار بنعمل عمليه نقطع بيها السيك ماسل ايه لاير بتاعت الايه؟ بتاعت الايه الاسوفجس. في اي سؤال في الجزء بتاع الاسوفجس؟ لان البرنامج هيفصل وهنطلع ونخش تاني عشان نناقش مع بعض السؤال الاخير. في اي حاجه طلع عبد الرحمن تحب تصوضحها في الجزء ال لا لا واضحه تمام. طيب هو البرنامج بس لو فاصل هنطلع ونخش تاني، معانا سؤال اخير ان شاء الله عشان ما نعطلكمش. الجيرد كده يعني الابر اسوفجس اللي ممكن يجي فيه سؤال موديلتس اوردر، الاكاليزيا، والايه والجيرد. الاتش بايلوري برده من الحاجات المهمه في الامتحانات، سواء الدياجنوز او التريتمنت. الستاندرد اوف كير في التريتمنت في الاتش بايلوري هو التريبل سيرم. في انواع كتير من العلاج، لكن مازال الستاندرد اوف كير هو التريبل سيرم اللي هو بي بي اي واثنين
لو كنا بنتكلم يا جماعه على الاتش اي في ريجيمنز كتير، لكن ما زال احنا عندنا في مصر التريبل ثيرابي يعني بدا يظهر حاجات كتير زي اللود والليبوبلاستين كوادربل ثيرابي او تريبل حتى ثيرابي. لكن يعني على مستواك اعرف ان انت لما يجي لك اتش بايلوري وما خدش علاج قبل كده نايف، ادي له بي بي اي فول دوز 40 مللي في اليوم، وادي معاه الاموكسيسيلين والكاريسرو مايسين. طيب دكتور عبد الرحمن دخلت معانا ولا لسه؟ ايوه موجود. طيب نقرا السؤال الاخير اتفضل. Enumerated causes of portal hypertension and discuss treatment of active variceal bleeding. Variceal bleeding. السؤال ده انا جبته اعتقد في الامتحان السنه اللي قبل اللي فاتت. بس كان على الابر جي اي بليدنج، لكن الموضوع الفاريسيال بليدنج من الهوت توبكس اللي انت لازم تبقى انت عارفها، لان انت لما ربنا يكرمك وتشتغل في الامتياز او في التكليف يعني حتى لو انت تخصصك نساء هتشوف حاله فاريسيال بليدنج برضه. تمام؟ ده المشكله بتاعتنا الليفر سيروز في مصر نسبته مش قليله، الكومبليكيشنز بتاعت السيروز خاصه الفاريسيال بليدنج من ضمن الحاجات اللي انت هتشوفها. طبعا هتروح تلاقي نفسك في الطوارئ لما ربنا يكرمك وتشتغل امتياز، هتلاقي الاستاذ الدكتور النائب راميك في الاستقبال تحت وهو نايم فوق في السكن. تمام؟ يقول لك يبقى كلمني، وترن عليه ما يردش عليك، وتلاقي نفسك انت اللي متدبس في الحاله. فمن دلوقتي انا بحذرك اهو عشان تبقى انت عارف، لان كل النواب بيعملوا كده. تمام؟ دكتور عبد الرحمن بس انت دي نص رنه هتلاقيني عندك، وتقعد ترن عليه ساعه لدرجه انك ممكن تبعته لحد السكن وما تلاقوش في الاخر في السكن. فانت من دلوقتي ظبط نفسك انك تعرف ازاي تعالج ايه اكيوت فاريسيل بليدنج. يعني ايه بورتال هايبر تنشن يا دكتور عبد الرحمن؟ اللي هو زياده البريشر في البورتال تراكس. البورتال فين اللي هو انكريز ان ذا بورتال فينس بريشر مور ذان 5 ملم ميركري. له طريقه صعبه كده في القياس، واخد بالك؟ ما عادش حد بيعملها لانها انفيزيف. المفروض بتوع الاشعه اللي بيعملوها في قسطره معينه كده بيقعد يدخلها لغايه ما يقيس حاجه اسمها ويدجت هيباتيك فينس بريشر جريديان. كلام فيري سوفيستيكيتد. اخر مره شاركت انا في عمايله كان سنه 2005 وانا بخلص النيابه كده، كان حد من اساتذتنا بيعمل عليه ريسيرش، وخدت حالتين وديتهم الاشعه، وبعد كده بتوع الاشعه حلفوا لي بالله ما هيشتغلوه لو حتى جالهم رئيس الدوله. ليه؟ لانه حاجه انفيزيف جدا ومكلفه وعايزه قساطر معينه، فما عادش بنعتمد عليه، بنعتمد على حاجات غير مباشره في ان احنا نقيس الفينس بريشر. بنقيس البورتال فين دايمتر، بنعمل الترا ساوند ونشوف انديسز معينه كده ونقول لك المريض عنده بورتال هايبرتنشن والقصه بتنتهي. يبقى باي ديفينيشن اتس انكريز ان ذا بورتال فينس بريشر مور ذان 6 ملم ميركري. بتبدا تظهر نقول عليه كلينيكال سيجنيفيكانت لما البورتال بريشر يزيد اكتر من 10 ملم ميركري. الفارسز تبدا تظهر لما البورتال بريشر يزيد فوق الايه؟ فوق ال 12 ملم ميركري. لما نيجي نقول لك ايه انيوميريت ذا كوزز، عايزك تكتب الاسباب ما تكتبش تفاصيلها بقى. انيوميريت يعني 1 2 3 4. احنا عشان ما تتوهش قسمها الى بري هيباتيك هيباتيك بوست هيباتيك. في تقسيمها ثاني يقول لك بري ساينوسويدال ساينوسويدال بوست ساينوسويدال. قسمها بالطريقه اللي انت عايزها، المهم انك في الاخر انك تقول الاسباب. البري هيباتيك في اوبستراكشن للبورتال فين، زي البورتال فين اوبستراكشن. تمام؟ اسباب كتير، لكن يهمني قوي فيها اللي هو المالجننت انفيجن اللي هو في حالات الاس اس. دور بقى على الحاجات الثانيه هي نفس اسباب الاكواير ثرومبوفيليا اللي هتاخدها في الهيماتولوجي، او يزيد الفلو في البورتال سيركيوليشن زي ما بيحصل يبقى في فيستولا ما بين الهيباتيك ارتري والبورتال فين. انت عارف البورتال الهيباتيك ارتري البريشر فيه عالي فيبدا يضخ بلاد في البورتال فين ويعمل لك فيستولا، وده غالبا بنشوفه بعد السيرجري. احد الكومبليكيشنز اوف سيرجري البيلر سيرجري بالذات ان ممكن تلاقي المريض عنده اللي هو هيباتيك ارتري بورتال فينس ايه؟ بورتال فينس فيستولا. تمام؟ الانترا هيباتيك طبعا دي اهم حاجه بالنسبه لنا اللي هو الايه؟ الليفر سيروزس الموست كومن كود اللي هو الليفر سيروزس، وده انت محتاج تعرفه بالتفصيل. ساعات بنقسم الانترا هيباتيك الى بري ساينوسويدال وساينوسويدال وبوست ساينوسويدال. البري ساينوسويدال زي في حالات اللي هو الحاجات اللي بتيجي في البورتال تراكس زي البلهارد الهيباتيك فايبروزس. تمام؟ الكونجنت الهيباتيك فايبروزس السركيدوزس البرايمري بيلر سيروز. ساينوسويدال الليفر سيروز ذا موست كومن
cause of portal hypertension عشان اسيل كليم سي كيو is liver cirrhosis. تمام؟ البصة السوداء كلها حاجات بقى في الفينس سيستم يعني البينوكلوسيف ديزيز اللي هو الباتكاياري سيندروم. البوست هيباتيك اللي هو بقى في الايه بعد الـ بعد الليفر اللي هو في الهيباتيك بينز او في الفينا كافا او كاردياك كودس زي في حاجه ايه الرايت سايد هارت. يبقى انا ما اقول لك انيوميريت ذا كودس يبقى انا عايزك تكتب لي الايه الكودس بس انيوميريشن 1 2 3 4. السؤال اللي ممكن يجي هنا اللي هو التريتمنت اوف اكتيف فاريسيال بليد. عامه التريتمنت اوف فاريس بقسمه الى حاجتين، برايمري بروفايلاكسس قبل المريض ما ينزف، ولو المريض نزف وبعد المريض ما ينزف. قبل ما ينزف بنقول عليه برايمري بروفايلاكسس، يعني انا ايه المريض عنده بورتال هايبرتنشن وبدا يظهر له دوالي في المريء، عايز الدوالي ما تنزفش اعمل ايه؟ اقلل البورتال بريشر. اقلله ازاي؟ بدي للمريض ادويه، الادويه اللي بروف انها ممكن تنزل البورتال بريشر النون سيلكتيف بيتا بلوكر، زي بيتا بلوكر زي البروبرانولول والاتينولول وكمان الكارفيدالول اللي هو النون سيلكتيف الفا وبيتا بلوكر. ده عليه كلام جديد ان هو بيعمل ريدكشن وعليه ايفيدنس. كان في استخدام قديم للنيتريتس لكن المريض ما بيستحملهاش، بتعمل سيفير هايبوتنشن وصداع والمريض ما بيستحملهاش. تمام؟ والكالسيوم عشان البلوكرز مش افكتيف قوي، لكن الستاندرد اللي هو ايه نون سيلكتيف بيتا بلوكر والكارفيدالول، او ان المريض يبقى عنده دوالي اخش ارموتهار قبل ما ينزل. وده بره اجابه السؤال، انا عايز اجابه السؤال اللي هو الايه الاكتيف باريسيال بليدنج، ومحتاج اسمع منك كلمه محتاج اسمعها منك على طول، ريسسيتيشن. ريسسيتيشن الانعاش الاعاشه. اي مريض بجي اي بليدنج ابر او لور او اي بليدنج ايا كان مكانه، ابيستاكسس فاجينال بليدنج سيرجيكال بليدنج بوستن سولكتوم بليدنج ريسسيتيشن، المريض انك تطمن على الفيتال ساينز الهيمودينامكس اهم من انك تشخص او تدي علاج سبيسيفيك. تمام؟ عشان ما تتوهش هنقسمه الى حاجات ميديكال وحاجات اندوسكوبيك وممكن كمان حاجات سيرجيكال. السيرجري ما عدناش بنحتاجه كتير. تمام؟ الميديسن اللي هو ريسسيتيشن اللي هو الاي بي سي اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الايه في محاضره الجي اي بريد، الاير واي والبريزنج والسيركيوليشن. بركب المريض اثنين كانولا وادي للمريض فلويدز وادي له بلاد اليمنتس، ممكن ادي بلاد ترانسفيوجن لو الهيموجلوبين اقل من 7، ادي ار بي سيز البلازما لو البروثروم برولينجد البريتلس لو اقل من 50 بدي. تمام؟ وبعدين ابدا اعمل بروفايلاكسس للانفالوباسي، وبعدين ادي له سبيسيفيك تريتمنت اللي هي بتشتغل على البورتال سيركوليشن اللي بتعمل بورتال فازو كونستريكشن عشان توقف البليدنج، اللي هم الفازوبريسين والاحدث منه والساندوستاتين والانالوج بتاعه اللي هو الاكتوليوتايد اللي احنا موجود حاليا، والاقوى من الاثنين والموست ريشد لكن اكسبنسيف وموجود في مصر اللي هو اسمه تيرليبريسين او الجلايبريسين. الميثودز والتفاصيل موجوده عندك في المذكره وابص عليها. في حاجات انسترومنتال ان انا اخش اول حاجه اركب للمريض سانج ستيكل. انت النهارده قاعد في حلاج وشلاتين مثلا وجالك مريض ليفر سيروس وبيرجع دم، ما عندكش منظار، واقرب منظار بالنسبه لك على مسافه 500 كيلو. على ما المريض يروح للمنظار يكون توفى في الطريق، لكن لقيت عندك سانجستيكن تيوب هتركب للمريض سانجستيكن تيوب وتركبه في عربيه الاسعاف بعد ما تطمن وتعمل له ريسسيتيشن وتبعته على اقرب مستشفى. سانجستيكن معموله اساسا كريسكيو تريتمنت. لو انت ما عندكش منظار او المنظار بعيد او المنظار موجود بس ما فيش حد يشتغل عليه، بتركب للمريض سانجستيكن بتشال بعد 12 ل 24 ساعه على ترابيزه المناظير. دكتور المناظير واقف تشيل السانج ستيكن تخش تعمل منظار للمريض عشان تعالج الفاريسيال بليد. بتخش بالمنظار بتعمل انجكشن سكليروسيرابي. الفاريسز بنحقنها بماده اسمها ايسانولامين اوليييت والفاندل فارس بنحقنها بماده اسمها ايه؟ سيانوكريليت اللي هي اسمها هيستوكريليتس. او نعمل باندلايجيشن بنربط، بس الباندلايجيشن بيحصل بنعمله للاسوفجيال فاريسز نوت فور ذا فاندل فارس. المريض عملت له سانج ستيك ونقلت اوضه المناظير وشلت السانج ستيك وعملت له منظار وحقنت الدوالي او ربطتها وحصل للمريض نزيف تاني فبقى ريزيستنت، بتصل بزمن زمايلنا بتوع الاشعه واقول له الحقني، عايز اعمل للمريض ده ايه؟ تيبس اللي هي ترانس جاجولار انترا هيباتيك بورت سيستميك شنط. يخش زميلي بتاع الاشعه يفتح لي البورتال فين على الانفيريور فينا كافا من خلال دعامه جوه الليفر،
ونقل عليه فضي خالص البورتال هايبرتنشن، يسحب البلد يوديه على البورت على الفيرفينا كافا وعلى السيستميك سيركيشن. تمام. وده احد اهم الانديكيشن الحاليه للتبس اللي هي ريزيستنت بورتال هايبرتنشن. المريض اللي عنده بورتال هايبرتنشن مش كنترول، مريض كل 48 ساعه بيعمل منظار، كل اسبوع بيعمل منظار، في هذه الحاله المريض فعلا ممكن يستفيد من التبس ان انا اوصله البورتال فين على الفيرفينا كافا من خلال شنط ميتاليك استنت كده جوه ايه الليفر. طبعا لها كومبليكيشنز والتفاصيل الكفالوباسي والكلام ده كله هتبقى انت قراءه، يبقى لازم انك تبقى عارف انه الكلام ده ممكن يتعمل وبيتعمل في هايلي كواليفايد سنترز مش في اي سنتر، لان ده شغل ايه، شغل محتاج كوبريشن، محتاج انك تظبط المريض الزميلك بتاع الاشعه وتمام وتبقى موجود معاه عشان انت هتتابع المريض تاني، المريض هيعمل له هو التبس ويرجع لك تاني. كنا زمان بنحتاج السيرجري، نعمل المريض سيرجري شنط زي بتاع التبس كده بس ايه ايمرجنسي سيرجري، ما عدناش بنعملها. انا ما شفتهاش يعني، انا يعني مستلم النيابه في 2003 11/6/2003 ما بعتناش ولا حاله تعمل سيرجيكال شنط اوبريشن للبورتال هايبرتنشن، لكن كان الكلام ده بيتعمل من يعني فترات سابقه قبل التطور الكبير في علم المناظير والميديكيشنز والشغل التبس. كنا بنوصل البورتال فين على الفيرفينا كافا، او تاخد واحد من التريبيوتريز بتاعه البورتال فين السبلينيك مثلا تفتحه على رينال ارتري او سبير ميزنتريك وتفتحه على واحد من الفيزلز، لكن الكلام ده الحقيقه ما عادش بيتعمل. ده التريتمنت اوف اكتيف فاريسيال بليدنج، وده اللي مطلوب هنا في السؤال. اكتيف فاريسيال بليدنج ميديكال انسترومنتال سيرجيكال ميديكال ريسسيتيشن ثم ريسسيتيشن، وتدي بقى بلاد وتدي فلويدز وتدي سبيسيفيك ميديكيشن تشتغل على البورتال سيكوينس. انسترومنتال سانجستيكن، بعد كده المنظار، بعد كده التبس. السيرجري ما عدناش بنحتاجه الحقيقه. في حاجه اسمها سكندري بروفايلكس، يعني تدخل لك مريض بورتال هايبرتنشن فاريسيال بليدنج، عملنا له ريسسيتيشن، دخل عمل منظار ربط توالي، بنقول له والله روح وبعد اسبوعين تعالى عشان تعمل منظار، وامشي في البيت على البيتا بلوكرز عشان تقلل لك البورتال ايه البورتال سيركيوليشن. وطبعا الديفينيتيف تريتمنت للحالات اللي زي ديت هو الليفر ترانسبلانتيشن. لكن لو انا بسالك سؤال اكتف فاريسيال بليدنج ما تقوليش ليفر ترانسبلانتيشن، المريض هيموت اصلا من الفاريسيال بليدنج مش هيلحق ترانسبلانتيشن. فالترانسبلانتيشن ده لو انا بقول لك تريتمنت اوف بورتال هايبرتنشن، لكن لو بقول لك تريتمنت في اكتف فاريسيال بليدنج ما تجيبليش سيره ترانسبلانتيشن خالص، لان المريض ما ينفعش يخش ترانسبلانتيشن وهو بينزل. المريض لازم تعمل له ريسسيتيشن وتعالجه الاول من الايه الاكتف فاريسيال بليدنج، وبعدين تبقى تفكر في قصه الليفر ترانسبلانتيشن. معايا دكتور عبد الرحمن؟ الو، يا ريت يا جماعه لو حد سمعني. ايوه حضرتك، مع حضرتك. طيب يبقى كنت الصوت بس مع حضرتك. لما يجي لي سؤال زي ده انيوميريت يبقى اكتب الاسباب وبعدين اتكلم على اكتف فاريسيال بليدنج التريتمنت، بس ملوش لازم ان انا اتكلم على البرايمري ولا السكندري بروفايل. موضوع البطل هايبرتنشن والفاريسز من الحاجات المهمه كلينيكالي قبل ما يبقى مهم عشان الامتحان. انا مستعد اسمع اسئله لو حد عنده اسئله، لان احنا كده يعتبر خلصنا الليكتشر بتاعت النهارده. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ دكتور عبد الرحمن انتوا هتنزلوا الراوندات من 1/7 ولا لغوا القصه دي؟ هو في اعتراض شويه فلسه مش عارفين القرار وصل لايه. اعتراض من مين؟ يعني احنا بنحاول نخفف الوضع شويه، يبقى مثلا بدل ما هي ساعه واحده في اليوم نخليها ساعتين ثلاثه كده، ونقلل الايام ويبقى في تصوير في كذا خيار لسه عايزينه. يعني تصوير ازاي؟ يعني مثلا الجزء العملي مثلا ممكن يتصور، يعني هو الفكره مش عايزين ننزل ال 21 يوم، يعني ده هيزود احتماليه الاصابه، يعني فاحنا عايزين نقلل ايام النزول. اصابه ايه؟ اليوم بدل يعني اليوم بدل مثلا ما يبقى في ساعه يا دكتور نخليه مثلا ساعتين او ثلاثه في اليوم. هم يعني معلش يعني هم عايزين يعملوا تنزيل كل يوم ساعه في مكان معين؟ وهي مفيش سكن دلوقتي. نعم؟ تروح مثلا في القسم عندنا مثلا ساعة وتروح. مش عارف هي ساعة ولا ساعة ونص، بس هي تقريبا مش أكتر من ساعة ونص، يعني حاجة بسيطة يعني. فهو الناس مش عايزة تنزل كل يوم، هتسافر عشان ساعة يعني. ربنا يسهل الأمور. طيب على أي حال هو طبعا هتنزلوا عشان جزء كلينيكال بالأساس. طب هو في جديد بالنسبة للعملي والشفوي طيب؟ والله أنا ما أعرفش، لكن اللي واصلني إنه المفروض الامتحان هيبقى على سلايدز زي ما إحنا
يدينا الاكزامبلز، واتمنى ان انتم توزعوها على بعض وتحفظوها لانها مهمه جدا الحقيقه، ملخصه كل حاجه، واعتقد انها هتبقى كافيه في الاكزام. انا هسالك على السلايدز، تيجي تقعد في القاعه مثلا وتتسال لمده ساعه على الكام سلايدز على البتاع وتروح، على اساس ما يبقاش في احتكاك ما بين الطلبه والدكاتره والكلام ده، ما يبقاش في زحام يعني. اعتقد بالنسبه للنظر في اي جديد بالنسبه لنا يعني، تسهيلات ولا حاجه؟ امال احنا بنعمله ده ايه؟ لا انا اصلا كنظر عموما يعني، مش الاسئله كمانها. لا هو النظري لازم تمتحن ثلاث ورقات، لان ده دي لائحه ما ينفعش، لازم تمتحن ثلاث ورقات. اصل الجزء بتاع اللي هو بتاع الجي تي يعني والهيباتولوجي، احنا الفكره الهدف من المودلز ان انا اعلمك ازاي تجاوب السؤال وهايلايت الحاجات المهمه جدا اللي هي تبقى تارجتس للامتحان. الحاجات برضو اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض دي مهمه، تجمعها وتبقى عارف برضو انها في غايه الاهميه. الكلام ده طبعا بيوصل للزملاء عندنا في القسم، لانه بيتم الترتيب مع الاستاف عندنا في القسم على ايه اللي اتشرح وايه اللي اتكلمنا فيه وايه اللي اتناقشنا فيه. طيب قبل ما نقفل يا جماعه، حد يحب يسالني في حاجه؟ انا هبعت لكم المودلز بالانسرز بتاعتها باللينكات بتاعه الفيديوهات، يا ريت تشاركوها مع بعض. الناس اللي ما بتحضرش يا ريت تبعتها لها، لانه الكلام ده المحاضرات دي محاضرات للدفعه كلها وللسنوات كلها يعني. الكلام ده مش سبيسيفيكال للناس اللي بتحضر، مش للدفعه دي، ده كلام ساينس للدفعه اللي فاتت والدفعه دي والدفعه اللي هتيجي ان شاء الله. ببعت لكم الماتيريال عشان تشاركوها مع بعض، لانه في بعض الحاجات مش موجوده في المذكرات اللي معاكم. ان شاء الله هحاول اعمل لكم كمان موديل او اثنين على اساس يبقى احنا جمعنا النقاط المهمه في تبقى تارجتس للاسئله. ولو في اي حد عنده اسئله يسالني قبل ما نكلوز السيشن دي. انت عندك يا دكتور عبد الرحمن اي حاجه تحب تسالها؟ تمام. واضح ان محدش عايز يسال. طيب انا بشكركم، ان شاء الله هبعت يعني هحدد الميعاد قريب كده يعني، ممكن يبقى يوم الاربعاء او الجمعه، ربنا ييسر، اشوف بس ظروفي كده. وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.